يعني اي في، يعني اي ان، يعني اي ار، يعني اي تي، وهكذا. النهارده بقى ان شاء الله هنبدا نتكلم على قانون تاني من قوانين دكتور هو الغاز. الاسمين بس ما فيش شيء. لسه بنشغلها دلوقتي، بنشغلها خلاص. نبدا بقى نتكلم في قانون تاني من قوانين الغاز. هذا القانون برضو يطبق في حاله الايديال جاز. القانون ده اسمه ايه؟ قال لي اسمه دالتونز لو. خلي بالكوا بقى من حاجه مهمه جدا يا جماعه، انت مطالب معايا بالحاجه اللي انا هقولها لك في المحاضره بس، بمعنى ان في حاجات في النص مش هناخدها. ليه؟ لان طبعا الوقت ضيق، فاحنا بنحاول نلم على قد ما نقدر اكبر جزء مهم لينا. في حاجات هتقع طبعا في النص، دي مش مطلوبه ايه مننا. خلاص، يبقى انا عندي اول حاجه النهارده ان شاء الله هبدا بعد بي في ايكوال ان ار تي. عندي قانون اسمه ايه؟ اسمه قانون دالتون. وهذا القانون يستخدم في حاجه اسمها البارشيال بريشر. الشاشه ظاهره؟ هو بس ما فيش كتابة خالص. لسه ما كتبتش اي حاجه. خلاص، يبقى انا هبدا اتكلم فيه. قانون مهم جدا اسمه ايه؟ هبدا بقى اهو اكتب. هذا القانون يسمى بي دالتونز لو. اهو اوف حاجه اسمها ايه؟ بارشيال بريشر. وهنا بقى محتاجين نتكلم في حاجه مهمه جدا. يعني ايه بارشيال بريشر؟ يعني دالتون لو ده خلاص عرفناه، دالتون ده اسم الراجل ولو يعني قانون، تمام؟ يعني ايه بقى بارشيال بريشر؟ وامتى اقول على البريشر ان ده توتال بريشر، وامتى اقول عليه ان ده مش توتال بريشر، ده بارشيال بريشر؟ اسمع بقى. البارشال بريشر يعني ضغوط جزئية. حلو، يعني امتى اقول ان الضغط ده كلي وضغط جزئي؟ لما اكون حاطط كذا غاز مع بعض في كونتينر، كل غاز بيبقى ليه ضغط جزئي لوحده. يعني ايه؟ صح كلامك. ان قلنا المرة اللي فاتت ان انا لو عندي كونتينر بهذا الشكل وكان في غاز ايه، لو كان عندي كونتينر بهذا الشكل اللي بيترسم قدامك اهو، وكان في غاز ايه، مش المولكيول بتاعت الغاز ايه هتمشي تخبط في الجدار الاناء تعمل لي بريشر، وهذا البريشر يسمى بالبارشال بريشر، تمام؟ سوري، بالبريشر بتاع الغاز. طيب لو كان الكونتينر ده فيه غاز ايه وغاز بي، ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي ان المولكيول بتاعت الغاز ايه بتتحرك لوحدها في الكونتينر، والمولكيول بتاعت الغاز بي بتتحرك لوحدها في الكونتينرز، وده عرضه ان يخبط الولو في كونتينر يعمل لي بريشر، وده عرضه ان يخبط برضو جدار الاناء ويعمل لي بريشر هو كمان، واصبح البريشر الكلي اللي موجود عندي ما هو الا ايه؟ ما هو الا ايه؟ اللي عمله الغاز ايه واللي عمله الغاز بي. واصبح البريشر اللي عمله الغاز ايه هو جزء من البريشر الكلي ولا لا؟ فبنسميه في هذه الحاله ايه؟ بارشيال بريشر. خلاص؟ عرفنا يعني ايه بارشر بريشر؟ يعني ضغط جزئي، جزء من الكل. امتى يبقى جزء من الكل؟ لو كان عندي، اسمع بقى، لو كان عندي ايه؟ اكتر من غاز جوه الكونتينر. حلو، ما تقوليش بقى غازين، ما ممكن يبقوا ثلاثه، ممكن يكون عندي غاز سي هو كمان، ممكن يكون عندي غاز دي. مهم عندي شرط قانون دالتون اللي انا هكتبه دلوقتي اهو، اللي انا يكون عندي حاجه اسمها ايه؟ ميكتشر of gases. يبقى دالتون لو بيستخدم في حالة خليط من الغازات. فهو هنا حتى هيقول لي ايه؟ لو انا عندي mixture, if we have a mixture of gases، هو قالها صراحة اهو، لو انا عندي خليط من الغازات، يبقى اذا لو عندي غاز واحد لا يطبق عليه قانون ايه؟ قانون دالتون، تمام؟ وطبعا برضه انا بفترض هنا حاجة تانية، ان الغازات دي مالها ايديال جيز، لان انا لسه ما خدتش ايه النوع الثاني بتاع ايه الغازات. طيب if we have a mixture of gases which don't react chemically، يعني ايه الكلام ده؟ يعني اللي ما تتفاعلش مع بعض كيميائيا. طب ايه المشكله لما يتفاعلوا مع بعض؟ لو انا عندي غاز A وغاز B وتفاعلوا مع بعض، ايه اللي هيحصل؟ غاز جديد لضغط جديد يعملوا غاز، بقى غاز واحد، ما عادش ميكتشر،
لو غاز A اتفاعل مع الغاز B هيطلع لي غاز جديد، غاز وحيد، يبقى الكونتينر ده ما فيهوش اكتر من غاز. في كام غاز؟ غاز واحد بس. يبقى لا يطبق عليه ايه؟ قانون دالتون. يبقى الشرط بتاعي اهو اللي انا عندي mixture of gases which don't react chemically، ما بيتفاعلوش مع بعض تفاعل ايه؟ كيميائي. You have a mixture of gases which don't react chemically. طب ايه اللي هيحصل ساعتها؟ قال لي ايه دالتون؟ قال لي في ان التوتال بريشر خلال هذا الكونتينر هيبقى ايكوال لايه؟ البريشر اللي هيعمله الغاز A بلس البريشر اللي هيعمله الغاز B بلس لو عندي اي غاز تاني موجود هيبقى برضو معايا. صح؟ وده اللي قاله دالتون. قال لي اف هي ميكشر اوف جازز، ما حددليش عدد الغازات بس الشرط ان يبقى اكتر من غاز. زي ايه ميكشر اوف جازز ده يا جماعه؟ الهواء. صح. مش الهواء ده عباره عن ميكشر من CO2 واكسجين ونيتروجين وSO2 وكلور وكل حاجه. اهو ده يطبق عليه قانون ايه؟ قانون دالتون. يبقى اف هي ميكشر اوف جازز ويتش دونت رياكت كيميكالي، في ان التوتال بريشر خلال الكونتينر equal summation مجموع مين؟ البارشيال بريشر اللي هيعمله كل غاز موجود معايا. يبقى لو كان عندي غاز A و B يبقى البي توتال equal بي A بلس بي B، حيث البي A تسمى ايه؟ مليني بقى البي A دي هكتب عليها ايه؟ بارشيال بريشر اوف ايه؟ صح، هي عباره عن البارشيال بريشر اوف غاز ايه؟ دكتور. نعم. معلش هو سامعش لسه داخل من خمس دقايق، فهو يعني ايه partial pressure؟ هو نفس البريشر العادي؟ بس ده جزء من الكل. تمام. خلاص؟ يبقى ال B total equal B A plus B B plus أي حاجة موجودة معايا، حيث ال B A أو ال B B أو ال B C ما هي إلا ال partial pressure بتاع كل الإيه؟ بتاع الغاز الموجود معايا. ويبقى مجموع هذا ال partial pressure هو مين؟ هو ال B total. طب السؤال بقى، لو انا كان عندي غازين A و B فإن ال B total هيساوي يمعنى ذلك اكيد ان ال B A بيمثل نص ال B total. مش ال B total equal B A plus B B، يبقى نسبة ال B A لل B total كام؟ النص. يبقى في هذه الحالة ال B total equal ال B A plus B B، يبقى ال B A نص هيمثل نص قيمته، يعني هتمثل نص قيمة مين؟ ال B total. حد عنده اعتراض؟ معلش دكتور، يعني ايه كده قد ال B يعني؟ يعني انتوا كده معترضين، يعني انتوا كده معترضين، وده كلام صح 100%. قال لي مش شرط ان عشان ال B total equal B A plus B B يبقى البي اي نص البي توتال، بالعكس ده حاجه مش منطقيه خالص يعني. تمام. طب البي اي هنا هيمثل قد ايه بالبي توتال؟ ده اللي احنا محتاجين نتكلم فيه. البي اي هنا انا خلاص عرفت ده بلس ده، البي اي بيمثل فعليا قد ايه من قيمه البي توتال؟ هل بيمثل 60% من البي توتال ولا 70% من البي توتال ولا 80% ولا 10% من البي توتال؟ على حسب الفوليوم بتاعه. الله ده هقولها لك بكل بساطه. لو انا دخلت انا واثنين اصحابي في الشركه، بقيت انا واثنين، عدد الناس اللي في الشركه كام؟ 3. انا نصيبي كام في الشركه؟ انا داخل بفرد واحنا 3 افراد، انا نصيبي كام في الشركه؟ التلت. يبقى انا لما اجي ادفع فلوس هدفع فلوس قد ايه؟ تلت الفلوس. صح؟ دكتور معلش الصوت بيقطع والله، يعني بس الصوت بيقطع عند الكل ولا عندك انت بس؟ لا عنده بس. هو الصوت تمام، بس في حاجه بس يا دكتور، في ناس كانت معادله وما انضموش للجروب بتاع التيمز، فهم دلوقتي باعتين ريكوست لحضرتك ان هم يخشوا وحضرتك يعني بتشرح، فما حدش قبلهم لسه، فاقول لهم يعني انا بالنسبه لي مش شايف لان انا قالب اللابتوب لان انا بكتب عليه، فانا مش شايف
مين اللي داخل ومين اللي عايز فين عمل ريكوست فين عملوا ريكوست ان هم يخشوا التيمز يخشوا لوج التيمز اصلا انا اجيبهم منين يعني انت مين اللي بيتكلم حسين حسين ايه حسين اه انت دافع يا حسين هو لو حضرتك لو ده هيأخر حضرتك يعني في الليكتشر فممكن اقول لهم ان حضرتك اصلا مش بتاخد اتندنس وكده كده بنرفعها على اليوتيوب فهم يشوفوها على اليوتيوب وبعد كده لا مشكلة. هو لازم يحضروا برضو بس طب استنى انا هعمل حاجة حلوة بص بقى يا جماعة أنا مش عارف أدخلهم طبعا كالعادة لأن أنا إيه في لازم أطلع من المحاضرة عشان أدخلهم فأنا مش هعمل كده بصراحة أنا ما صدقت فصلتنا انت كده حسين شفت بقى كنا قاعدين بنتكلم في المحاضرة ناسف المفروض هنا دلوقتي هيبان لي اللي عامل ريكويست اشوف كده ادخلهم مره واحده مش وقت انتوا بكره ان شاء الله يا جماعه عندكم ايوه انا عايز كده ده بكره ان شاء الله عندكم بعد في توتوريال ان شاء الله بكره كيمي هما ثلاثه يا حسين كل ده بيتكلمني على ثلاثه يا حسين ما هو مندوب جروب 6 جاي يكلمني ويقول لي في ناس حاجات هما ثلاثه هما يا حسين اللي عاملين بيندنج بتاع يا حسين مخصوم انك ثلاث درجات يا حسين بالثلاثه دول عامه انا دخلته نرجع بقى لموضوعنا بقى كده بنتكلم تاني في موضوع بكره ان شاء الله خلاص يا جماعه نرجع بقى نتكلم تاني في اللي احنا قلناه يبقى البي اي ايكوال البارشل بريشر بتاع الغاز ايه طيب البي اي بيمثل قد ايه من البي توتال انا لما دخلت مع اتنين اصحابي في شركه بقى انا داخل بفرض انا يعني انا داخل بنسبه انا واحد داخل كامل ب 1% او 100% يعني لكن ما بقيت معايا اتنين اصحابي بقى نسبتي كام التلت فما باجي ادفع فلوس هدفع تلت الفلوس اما اجي اخد ارباح هياخد تلت الارباح طب التلت دي بتمثل ليا ايه بتمثل نسبه مشاركتي في الشركه صح يبقى انا لو مشارك بتلت هاخد التلت مشارك بنص هاخد النص نسبه وجودي في الشركه 60% يبقى انا هاخد كام 60% من الارباح ولا لا نفس الكلام هنا قال لي يعني ايه قال لي يعني جاي اسال البي اي بتمثل قد ايه من البي توتال قال لي والبي اي بتمثل حاجه اسمها اهو حيث البي اي بتمثل حاجه اسمها اكس اي البي توتال حيث اكس اي هي حاجه اسمها المول فراكشن او الكسر المولي حيث الـ XA هي حاجة اسمها المول فراكشن أو الكسر المولي، يعني إيه الكلام ده؟ قال لي الـ XA دي هي النسبة بتاعتنا. أنا جايب نسبتي التلت إزاي؟ عملت إيه؟ عشان أجيب نسبتي اللي هي تبقى التلت، عملت إيه؟ قسمت عددي على إيه؟ على التلت. على العدد الكلي، فجبت نسبتي واحد على تلاتة، صح؟ يبقى إذا العدد الكلي أنا ما جبت
يبقى أنا لما جيت أجيب نسبتي قسمت عددي على الإيه؟ على العدد الكلي اللي موجود إيه؟ معايا. تمام؟ حلو قوي. يبقى أما أجي أقول لك ما هو المول فراكشن؟ هتقول لي هو إيه؟ هو عدد وجود جزيئات الغاز إيه؟ نسبة للعدد الكلي بتاعة جزيئات الغاز الموجودة فين؟ في الكونتينر. لو جزيئات الغاز أو الموليكلز بتاعة الجاز إيه؟ بتشغل 60% من الكونتينر يبقى هيمثل 60% من التوتال بريشر. لو كانت نسبتها 40% من الكونتينر يبقى هتشغل 40 هتمثل 40% من البي توتال. يبقى اذا نسبه مشاركه اي غاز هتسمى ايه؟ اكس اي. وبالتالي الاكس هي المول فراكشن. طب تقدر تقول لي اللي انت فهمته ده يبقى الاكس اي هتساوي ايه؟ حاجه على حاجه، ما هي نسبه ولازم النسبه دي تبقى اقل من واحد. عدد مولات غاز ايه على مجموعهم؟ صح. انا لما جبت النمبر فول بتاع الغاز ايه اهو على كل الغازات اللي موجوده معايا قدرت اجيب نسبه مشاركه الغاز ايه ولا لا، حيث الاكس ايه هي النمبر اوف مول بتاع الغاز ايه على التوتال نمبر اوف مول الموجود معايا، اللي هو عباره عن ايه؟ اللي هو عباره عن ان ايه بلس ان بي بلس ان سي بلس اي حاجه تانية موجوده ايه معايا. يبقى انا لو قسمت ان ايه النمبر فول بتاع الغاز ايه اللي انا بجيبه من الماس على المولر ماس محاضره المره اللي فاتت على التوتال نمبر اوف مول جبت مين؟ جبت الاكس اي ايكوال ايه بالظبط ولا لا؟ طيب ما معنى ان الاكس اي ايكوال 1؟ ايه المعنى بتاع الجمله دي؟ يعني ايه اكس اي ايكوال 1؟ يعني هو الغاز الوحيد اللي موجود في الكونتينر. يعني ايه برضه؟ بالظبط. يعني انا ما عنديش ميكشر من الغازات. ما هو لازم الاكس اي ايكوال 1 معناها ان عدد عدد المولات بتاعتي بالنسبه للعدد الكلي 100%. يبقى انا عندي كام غاز؟ غاز واحد ولا لا؟ واحد. تمام. ده اللي قاله دالتون. يبقى دالتون قال لي ايه؟ اف هاف ا ميكشر اوف جازز، خليط من الغازات ويتش دونت رياكت كيميكالي فان التوتال بريشر. الناس اللي عماله تبعت لي على الجروب يا جماعه انا مش بقرا اللي انت بتكتبه وانا بشرح في المحاضره، انا بركز في المحاضره بس خلاص. فاي تشات بيطلع ما بشوفوش حقيقه يعني. نرجع لموضوعنا بقى. If we have a mixture of gases which don't react chemically فان التوتال بريشر بتاع الميكشر ايكوال سميشن اوف البارشر بريشر بتاع كل غاز، والبارشر بريشر بتاع كل غاز ايكوال الفراكشن بتاعه في البي توتال. طيب يبقى بالتالي اما اجي اقول لك الاكس بي هيساوي ايه؟ ان بي اوفر بي ان توتال، ان بي على ان توتال صح. والان سي هتساوي ايه؟ ان سي على ان توتال هكذا. طيب ومجموع المول فراكشن بيساوي كام؟ واحد. لازم يساوي واحد. يبقى اكس بي اهو هيساوي ان بي على ان توتال، ومجموع المول فراكشن هو اكس اي بلس اكس بي، مش هقول بقى كده بلس اي حاجه تانية معايا، لازم في النهايه يساوي كام؟ لازم يساوي واحد. وهو ده اللي قاله دالتون معايا. يبقى خلي بالك لو عندي غاز A وB وسي، لو عندي غاز A وB وسي اكس A واكس B ما بيساويش واحد، انما مين اللي بيساوي واحد؟ اكس A واكس B. بالظبط. مجموع كلهم هو اللي بيساوي كام؟ هو اللي بيساوي واحد. صعب يا جماعه الكلام ده؟ صعب الكلام ده؟ لا تمام. لا تمام يا دكتور. حلو. يبقى لو عندي ميكشر من الغازات فان التوتال بريشر، بناء عليه هبدا اطلع لك شويه قوانين مهمه جدا. لو عندي ميكشر من الغازات فان التوتال بريشر بيساوي مجموع البارشر بريشر اللي معايا، والبارشر بريشر بتاع اي غاز ايكوال المول فراكشن بتاعه في البي توتال، والمول فراكشن ايكوال النمبر اوف مول على التوتال نمبر اوف مول، ومجموع المول فراكشن ايكوال كام؟ ايكوال 1. فاهمين كويس؟ هسألك بقى سؤال دلوقتي معايا، ويا ريت تركز في السؤال عشان تعرف تجاوب صح. لو انا عندي كونتينر اهو، اناء اهو، الحجم بتاعه 5 لتر. لو انا عندي كونتينر الفوليوم بتاعه كام؟ 5 لتر. 5 لتر.
وكان في غاز ايه، تقدر تقول لي الفوليوم بتاع الغاز ايه بكم؟ 5 لتر. هتقول لي اكيد بالفوليوم في كونتينر يعني 5 لتر. حلو قوي. قمت جاي حاطط فيه غاز بي، واصبح الاكس اي بتاعي 0.4 والاكس بي بكام؟ 0.6. لان لازم مجموعهم بيبقى بكام؟ 1. طيب تقدر تقول لي في هذه الحاله الفي اي بكام والفي بي بكام؟ 5 برضه. 5 لتر. ده موجود بنسبة 4/10 أو 0.4. مشغل المكان كله. ما هو بيحتوي الكونتينر كله. حجم ما فيش فيه نسبة يعني، الحجم ثابت. الفوليوم ثابت. يا جماعة فكروا كويس. البريشر بس هو اللي فيه نسبة، لكن الحجم لا. ما هو عشان طيب. الفوليوم فوليوم الكونتينر. أنا رأيي عكس الريشيو بتاعة البريشر. إيه هيبقى بـ2 والفي الفوليوم عكس الريشيو بتاعة البريشر. حلو، يعني اقدر اقول ان الفوليوم يبقى باتنين بتاع الفوليوم بتاع الغاز A والفوليوم بتاع الغاز B بتلاتة، ويبقى مجموعهم اهو ال V بتاع ال A وال B هيساوي كام؟ هيساوي 5. خلاص يا جماعه، حد عنده اي اعتراض؟ ما ينفعش. ما ينفعش، هو الفوليوم A بخمسة والفوليوم B بخمسة ومجموعهم بخمسة. طيب شوف انا كده بكتب ايه، هو مش اللي هيطلع لك دلوقتي إيه؟ اللي هيطلع لك دلوقتي هيطلع لك ان الكلام ده كلامه غلط. يعني ايه؟ قال لي يعني انت ضمنيا هتقول لي ما نسبه الاي كان 40%، يبقى متوقع ان ما يكون عندي 5 لتر يبقى الفوليوم بتاع الغاز ايه هو 5 في 4/10 يعني 2 لتر. الكلام اللي انتوا قلتوه كلام كان مظبوط 100%. ايه هو؟ ان الفوليوم ما يقدرش اقسمه، لا يعتمد على النسبة. أي غاز هيشغل الكونتينر كله. يعني إيه؟ قال لي يعني لو أنا عندي ميكشر أوف جيسز أو قانون دالتون، تمام؟ لو أنا عندي ميكشر أوف جيسز أو قانون دالتون، فأنا كان عندي غاز A وغاز B والاتنين كانوا في كونتينر الفوليوم بتاعه 5 لتر. في هذه الحالة الفوليوم بتاع الغاز A هيبقى هو الفوليوم في كونتينر 5 لتر، والفوليوم بتاع الغاز بي برضه هيبقى الفوليوم في كونتينر هو كام؟ 5 لتر. ومجموع الاثنين برضه هيبقى كام؟ 5 لتر. اذا لو عندي ميكشر من الغازات، ودي بقى مهمه جدا، لو عندي ميكشر من الغازات الفي از ايه؟ كونستانت. كونستانت بكام؟ بالفوليوم اوف الكونتينر. يبقى ما تجيش تقول لي عشان انا نسبه المول فراكشن بتاعي 0.4 يبقى ده هيشغل حجم 0.4 من حجم الكونتينر. لا، يعمل بريشر 0.4 انه يشغل حجم قد ايه؟ يشغل حجم الكونتينر كله. خلاص، بناء عليه بص كده معايا، بي في ايكوال ان ار تي. لو انا عندي نفس الكونديشن من درجه الحراره، حلو، لو انا عندي درجه الحراره ثابته على الكل وكان عندي كونتينر فيه غاز A وغاز B وعايز اتعامل كده، طيب تقدر تقول لي لو انا عايز احسب البي توتال هيساوي ايه؟ ايه الثوابت اللي معايا هنا؟ قال لي يبقى البي توتال في الفي توتال ايكوال ان توتال ار تي، واحنا اتفقنا ان درجه الحراره مالها ثابته. طيب لو انا هتعامل مع الغاز A بس، يبقى البي A في الفي A equal NA RT ودرجة الحرارة برضو ثابتة بس، صح؟ طب لو هتعامل مع الغاز B يبقى BB في VB equal NB RT. تقدر تطلع لي من ثلاث قوانين دول ايه الثوابت اللي عندي؟ ال V وال T وال R كده، V و T و R. حال الار والتي ما فيش فيهم خلاف، ليه ما فيهمش خلاف؟ لان انا مثبت درجه الحراره قايل لك عليها، والار كده كده مالها كونستنت بتاعت المره اللي فاتت، يبقى دول كده ثوابت اهو، صح. يفضل معايا مين الجديد بقى اللي دخل معايا في الحته دي؟
قلت لك لو انا عندي ميكشر من الغازات ال V هتبقى كونستانت بأني فوليوم بالفوليوم اوف الكونتينر. يعني كمان الفوليوم ده ثابت هنا زي هنا زي هنا. يعني ايه؟ قال لي يعني اصبح عندي علاقة مهمة جدا بين مين ومين، بين البريشر ومين والنمبر اوف مول. والعلاقة دي علاقة ايه؟ لازم تبقى دايركت. اهي واضحة عندك اهي. بعمل علاقة بين البريشر والنمبر اوف مول، العلاقة دي بتبقى دايركت. يعني ايه؟ قال لي يعني انا عندي الثلاث قوانين اهو. افرض في جيت في مسألة قلت لك كالكوليت ذا توتال بريشر. الار والتي والفي ثوابت، يبقى عشان احسب التوتال بريشر استخدم انهي نمبر اوف مول؟ التوتال نمبر مول مش البريشر ده. عشان اجيب التوتال معناها انه حصل بكل جزيئات الغاز اللي موجود عندي جوه، يبقى في الحاله دي عايز اجيب بي توتال اعوض بالان توتال. طب قلت لك في نفس المساله كالكوليت ذا بارشال بريشر بتاع الغاز A بس، يبقى نمبر اوف مولز اوف غاز A بس. بالظبط. ليه؟ لان البريشر بتاع الغاز A اللي هيعمله مين؟ جزيئات الغاز A بس. طب ما الار والتي والفي ثوابت، يبقى مين اللي هيعمل البريشر ده؟ الان A. يعني ايه؟ يعني انا عندي قانون بي في ايكوال ان ار تي اقدر استخدمه زي ما انا عايز. عايز بي توتال يبقى عوض بالتوتال نمبر اوف مول. عايز بارشل بريشر بتاع الغاز ايه بس، استخدم النمبر فول بتاع الغاز ايه بس. عايز النمبر اوف البارشل بريشر بتاع الغاز بي بس، استخدم النمبر فول بتاع مين؟ الغاز بي بس. وهكذا نفس الكلام لو انا عندي البي اي مش هقدر اجيب الان اي منه. يبقى اذا في علاقه بين النمبر اوف مول والبريشر. اقدر الار والتي والفي ثوابت احسب، يبقى احسب على ان ايه وايه والبي ايه. طيب عايز اعمل معاك حاجه مهمه جدا برضو تبقى واضحه. هكتب تاني بي اي في الفي ايكوال ان اي ار تي. طب ما احنا عارفين برضو ان البي توتال في الفي، انا ما سميتهاش بقى في توتال لان الفي مالها كونستانت، ايكوال ان توتال ار تي. بي توتال في الفي ايكوال ان توتال ار تي. طب ما تقسم الاثنين على بعض، اقسم الاثنين على بعض. الفي هتروح مع الفي والار والتي هتروح مع الار والتي، صح الكلام ده؟ اقسم المعادلتين على بعض، الفي هتروح مع الفي والار والتي هيروحوا مين؟ مع الار والتي. حلو. يفضل لي ايه؟ يفضل لي ان بي ايه على بي توتال ايكوال ان اي على ان توتال. طب ما هو ما هو الان اي على ان توتال؟ الاكس اي. حلو الاكس اي. طب عدل المعادله كده تبقى ايه الوضع؟ يبقى البي اي ايكوال ايه؟ اكس اي بي في البي توتال. مش ده اللي قاله دالتون؟ بالظبط. مش ده الكلام اللي قاله دالتون فوق؟ مش ده اللي احنا كتبناه من شويه؟ يبقى فعلا انا لازم اكون فاهم ان انا عندي حاجه اسمها بي في ايكوال ان ار تي. بي في ايكوال ان ار تي استخدمها زي ما انا عايز. في حاله الميكشر اوف جازز الفي والار والتي بتبقى ثوابت، يبقى مين المتغير؟ البي والان، الاثنين يعتمدوا على بعض. عايز بريشر يبقى استخدم نمبر فول مقابل لي وهكذا. وبالتالي ما جيت اشتغلت طلع لي فعلا ان البي اي ايكوال اكس اي في البي توتال. دكتور معلش سؤال، في الجزء بتاع الفوليوم، هو احنا مش كنا واخدين اصلا في المحاضره اللي فاتت لو حضرتك تفتكر كنا قايلين ان لما التمبريتشر بتبقى ثابته بيبقى البي انفرس بروبورشنال مع الفي. فهنا احنا هنغير البي، الفي ازاي هتبقى كونستنت زي ما هي؟ حلو. انا ده سؤال مهم جدا. ما جينا اثبتنا القانون المره اللي فاتت، احنا قلنا ال V is inversely proportional مع ال B صح؟ بس انهي بي بقى؟ ده الضغط الخارجي. انا لما اجي يكون عندي بيستون بالشكل ده
كونتينر اهو بالشكل ده وبدرسه فبخليه حر الحركه. ده بيستون اللي انا برسمه ده عباره عن بيستون يطلع وينزل يطلع فوق ينزل تحت براحته. فلو انا جيت زودت الضغط هنا زودت البريشر اهو ايه اللي هيحصل في البيستون ده؟ البريشر هيزيد والفوليوم هيقل. انا زودت البريشر البيستون هيحصل له ايه؟ ينزل. حلو. اما البيستون ينزل لتحت عامل ايه في الفوليوم؟ قلل الفوليوم. حلو. يبقى ما اجي اقول لك ان الفي انفرسلي مع البي ده في الحاله المطلقه اما يكون انا سايب الكونتينر حر الحركه. انما ما اجي انا اشتغل كتجربه انا بحط الفوليوم بتاعك هل البيكر حجمه بيتغير؟ هل الكونتينر حجمه بيتغير؟ الحجم ثابت فبالتالي ما اقدرش اتعامل معاه بهذا الايه بهذا القانون. خلاص انا درست بس في الاول. انما انا باخد كونتينر كوبايه هل الكوبايه حجمها بيتغير؟ لا. يبقى اذا ما اقدرش اقول ان الفي انفرسلي مع البي في الظروف دي. تمام. عشان اقول ان البي انفرسلي مع الفي لازم يبقى عندي حاجه بيستون لازم يكون حر الحركه عشان ابدا اشوف اما ازود الضغط يحصل ايه واما اقلل الضغط ايه يحصل ايه معايا. تمام وصلت. حد عنده اي سؤال؟ عشان بقى هندخل في الحته الصعبه اللي في المحاضره النهارده. كل الكلام اللي فات كان على حاجه اسمها ايديال جاز. وما هو الايديال جاز؟ هو الغاز المثالي. وما هو الغاز المثالي؟ هو الغاز اللي هيحقق المعادله اللي بتقول ان بي في ايكوال ان ار تي. وخدنا قانون دالتون على اساس ان هو ايه؟ غاز مثالي. حلو قوي. طب افرض بقى ان الغاز ده ما كانش مثالي. طب انا اعرف منين الغاز ده مثالي ولا مش مثالي؟ يبقى انا محتاج دلوقتي اتكلم اللي انا عندي نوعين من الغاز. محتاج اللي انا اقول اللي انا عندي نوعين من الغاز. حاجه اسمها ايديال جاز ده اللي احنا درسناه وحاجه تانية اسمها ريال جاز. يعني ايه ايديال جاز؟ يعني غاز مثالي، غاز بيحقق كل القوانين اللي انا عايزها. يعني ايه ريال جاز؟ يعني غاز حقيقي. يعني ايه غاز حقيقي؟ يعني غاز بيحقق بعض القوانين وما بيحققش الباقي، بيمشي على سطر ويسيب سطر. انما لو حقق كل حاجه يبقى يسمى ايه؟ ايديال جاز. يبقى انا عندي نوعين من الغاز، حاجه اسمها ايديال وحاجه اسمها ريال جاز. حلو. مين بقى اللي هيقول لي ان الغاز ده ايديال ولا ريال؟ يبقى انا محتاج ان يكون عندي فيه بارامتر يقول لي ان الغاز ده ايديال ولا ريال. هذا البارامتر رمزه زد، اسمه ايه؟ اسمه كومبريسيبيليتي. معامل الانضغاطية. يبقى ما هي الزد؟ الزد هو الفاكتور اللي عندي الوحيد اللي هيعمل ايه؟ اللي هيحدد لي الغاز ده هيكون ايديال ولا ريال. الغاز ده الزد ده هو الفاكتور الوحيد اللي هيقول لي الغاز ده ايديال ولا ريال. زي عن طريق قيمته قال لي حيث الزد كقيمة أو كقانون إيكوال بي في على إن آر تي. مش فاهم يعني. طيب متوقع كده فور ايديال جاز الزد تبقى إيكوال لكام؟ واحد. ليه واحد؟ عشان ايديال جاز بي في إيكوال إن آر تي صح؟ فما نيجي نطبق كده فور ايديال جاز البي في ايكوال ان ار تي. يبقى البي في على ان ار تي ايكوال 1. يعني ايه؟ قال لي يعني الزد ايكوال 1. مش فاهم. قال لي يبقى اي غاز في الدنيا جيت احسب قيمه الزد ليه لقيت ان الزد ايكوال 1 يبقى على طول من غير ما افكر هذا الغاز يسمى
ايديال جاز. اي غاز في الدنيا، مش بقول بقى في الدراسه بتاعتنا، اي غاز في الدنيا جيت عند الكونديشنز اللي هو فيه ده قمت حاسب بي في قيمه الزد اللي هي بي في على ان ار تي، لقيت ان القيمه دي ايكوال 1 يبقى على طول الغاز ده ايه ريال. سوري ايدي. يعني ايه كومبرسيبيليتي؟ هي معامل، هي اسم بس، انما مش هندرس فيها حاجه اكتر من كده. كومبرسيبيليتي يعني انضغاط، معامل انضغاط. طيب انما لو لقيت ان الزد نوت ايكوال 1، وكلمه زد نوت ايكوال 1 دي معناها ايه؟ يعني زد نوت ايكوال 1 يعني الزد اكبر من واحد، او ان الزد مالها اقل من واحد. يبقى في هذه الحاله الغاز ده مش ايديال، انما هيبقى الغاز ده ايه ريال جاز. يبقى لو لقيت ان قيمه الزد سواء كانت اكبر من واحد او حتى اصغر من واحد، يبقى من غير ما افكر الغاز ده على طول لا يسمى ايه ايديال جاز، انما يبقى ريال جاز. يبقى انا عندي فاكتور حقق لي او قدرت عن طريقه ان انا اعرف هل انا معايا ايديال جاز ولا لا، اللي هو مين؟ اللي هو الزد، اللي هو اسمه ايه كومبرسيبيليتي فاكتور، عن طريق الحسابات اللي هو بيساوي بي في على ان ار تي. عن طريق الحسابات لو لقيت قيمه الزد دي ايكوال 1 يبقى الغاز ده على طول ايديال. لقيت قيمه الزد نوت ايكوال 1 يبقى الغاز ده مش ايديال، وبدل مش ايديال يبقى ايه؟ يبقى ريال. طب السؤال بقى، الغازات اللي عندنا هل هي ايديال ولا ريال؟ الغازات اللي في الطبيعه حوالينا هل هي ايديال ولا ريال؟ ريال. حلو قوي. طب انا عايز اسال سؤال تاني، هل الغاز طبيعته بيتولد او بيتكون ايديال وفي غازات تانية بتتكون ريال، ولا ايه اللي بيحكم ان الغاز ده ايديال ولا ريال؟ ممكن في circumstances معينة يعني، هو حسب التمبرتشر والبريشر اللي حواليه دايما كده. يعني مفيش غاز طالع ايديال بس وفي غاز تاني طالع ريال بس، يبقى مفيش حاجة اسمها ايديال جاز مطلق، مفيش حاجه اسمها ريال جاز مطلق. انما حكايه ان الغاز يبقى ايزر ولا ريال بيعتمد على الكونديشنز اللي الغاز موجود فيها. يعني قال لي يعني نفس الغاز ممكن في كونديشنز معينه يبقى ايديال، في كونديشنز تانية ما يبقاش ايديال، يبقى ايه؟ يبقى ريال. يبقى انا ما عنديش حاجه اسمها حاجه مطلقه، ما عنديش حاجه اسمها غاز مطلق، يعني ما عنديش حاجه اسمها ايديال بس او ريال بس. لا، ايديال بس او ريال بس دي حاجه مرفوضه، انما الغاز هيبقى ايديال او ريال يعتمد على الكونديشنز اللي موجود فيها. الكونديشنز دي من ايه؟ من التمبريتشر والبريشر. خلاص، يبقى درجه الحراره، مش دولت التلات عوامل اللي احنا اتكلمنا عليهم في اول محاضره؟ قلنا في عندي 3 فاكتور افكتنج ذا بروبرتيز اوف ذا جاز: بريشر، فوليوم، وتمبريتشر. فبيقول لي هنا under normal condition من temperature وال pressure most gases behave ideally، يعني في الظروف الطبيعية. حلو، من ال pressure وال temperature، يبقى اللي بيأثر عندي في سلوك الغاز هو مين؟ هو ال pressure وال temperature. ففي الظروف الطبيعية من التمبريتشر والبريشر معظم الغازات هتبقى ايديال، مش كلها لكن معظمها هيبقى ايه ايديال. وهنا بقى محتاجين نتكلم على حاجه مهمه جدا، يعني ايه نورمال كونديشنز اوف تمبريتشر وبريشر؟ ما المقصود بكلمه نورمال كونديشنز من التمبريتشر والبريشر؟ ده كومبليكيتد ريليشن ايكوال 1 اند تمبريتشر. وفي فرق، طب هسأل السؤال تاني بقى بشكل تاني، وهل في فرق؟ بص يا جماعة، دايما هتلاقوني في المحاضرة أنا بحب أنت اللي تتكلم، أنا بحب أديك معلومة أنت اللي توصل لي للي أنا عايزه، عشان كده اتكلم واغلط، إيه مفيش أي مشكلة، اغلط هتتعلم لما تغلط. خلاص، هل في فرق بين normal condition
وستاندرد كونديشن اللي هما الاثنين واحد. في فرق. ايه الفرق؟ نورمال كونديشن اللي هو في والستاندرد كونديشن والستاندرد دي مثلا الحمد هو اللي معملها او كده. هو انا مش سامع بس ماشي هقول لك ايه بقى. هو الستاندرد يا دكتور ده اللي هو زي بريشر ب1 الفوليوم ب22 و4 انما النورمال كونديشنز كلمه ستاندرد كونديشن معناها قيم ثابته. يبقى انا لما اجي اقول لك ستاندرد ما ينفعش تبقى قيم متغيره. كلمه ستاندرد يعني بريشر كذا وتمبريتشر كذا خلاص. يبقى الستاندرد ستاندرد كونديشنز هي قيم ثابته. طيب النورمال كونديشن هي قيم متغيره. انا النهارده النورمال تمبريتشر بتاعي بكام؟ درجه الحراره بتاعت النهارده كام؟ 30 مثلا. طب من اسبوع درجه الحراره كام؟ 15. يعني قيم متغيره ولا لا؟ فاحنا بنقول في الظروف الطبيعيه بيبقى معظم الغازات تبقى ايه؟ ايديال. والنورمال كونديشنز بتاعي ان يبقى درجة الحرارة عبارة عن هاي تمبريتشر والبريشر يبقى لو بريشر. ليه؟ لان درجة الحرارة مثلا النهاردة 30. 30 ايه؟ سليزيوس. هو انا بشتغل بسليزيوس ولا بالكلفن؟ بالكلفن. بالكلفن. يبقى 30 بلس 273 يبقى انا بتكلم في درجة حرارة 300. و300 دي بالنسبة للغاز حاجة كبيرة جدا. يبقى النورمال كونديشنز بتاعي مش عايز قيمه. هل انا عايز هل هي هاي ولا لو؟ فدرجه النورمال كونديشنز من درجه الحراره ان يبقى هاي تمبريتشر. يبقى معظم الغازات اندر هاي تمبريتشر هتبقى ايديال. طيب النورمال بريشر بتاعنا هو ايه؟ احنا عايشين عند ضغط كام؟ 1 اتموسفير. وال1 اتموسفير بالنسبه للغازات ولا حاجه. الوان اتموسفير بالنسبه للغازات ولا حاجه. يبقى هو بيمثل لي ايه؟ لو بريشر. يبقى موست جيزز اندر نورمال كونديشنز اللي هي ايه بين قوسين كده هاي تمبريتشر ولي ولو بريشر هتمشي ايه؟ ايديا. بات اندر اكستريم كونديشنز. يعني ايه اكستريم كونديشنز؟ يعني ظروف قاسيه. اوف ايه بقى الظروف القاسيه تتوقعها؟ اكيد العكس. انا بقول لك الحاجه اللي الغاز بيبقى مرتاح فيها ان يبقى عند درجه حراره عاليه وبريشر قليل. ده كده تظبط الغاز 100 100. طب لو انا عكست الكونديشنز دي هل الغاز هيبقى قاعد مستريح؟ قال لي لا. معنى انه يبقى قاعد مش مستريح الغاز يبدا يتحول يسيب الايديال بيهيفير بتاعه او السلوك المثالي ويتحول الى ايه؟ الى السلوك الحقيقي. طيب يبقى ما هي الاكستريم كونديشنز؟ هتقول لي لو تمبريتشر لو تمبريتشر وايه هاي بريشر. يبقى انا لو جبت غاز وخليته درجه الحراره بتاعته قليله حطيته في ظروف ان درجه الحراره تبقى قليله او حطيته في ظروف ثانيه ان البريشر يبقى عالي مش او بقى وي يعني ممكن تتم ده لوحده ده لوحده او الاثنين ياثروا ايه مع بعض. ايه اللي يحصل؟ ركز معايا بقى. اما اجيب الغاز واخليه تحت ضغط عالي ودرجه حراره قليله بيبدا يحصل ما يسمى ب ديفيشن. ويعني ايه ديفيشن؟ حيود انحراف او حيود. يبقى بدا يسيب الطريق اللي هو كان ماشي فيه وينحرف يبعد عن الطريق الصحيح. تمام. deviation from the ideal to the real behavior مالها كتير. يبقى ما اجي اقول لك ما هي conditions بتاعت deviation هتقول لي ايه هي؟ ما هي reasons of deviation؟
ويبقى أنا عندي هنا حاجتين لازم أخلي بالي منهم. عندي حاجة اسمها conditions of deviation وعندي حاجة اسمها reasons of deviation. ما هي conditions بتاعت deviation؟ low temperature و high pressure. حلو. condition يعني الظروف، والظروف دي انا اللي بتحكم فيها. يبقى انا عشان احول الغاز من ideal لreal يبقى انا بعمل ايه؟ بأثر بظروف معينه اللي هي مين؟ high pressure و low temperature. يبقى فعلا ما اجي اسالك ما هي conditions بتاعت ال deviation هتقول لي اول حاجه high pressure وتاني حاجه ايه؟ low temperature. يبقى دي conditions. حلو قوي. ما هي الريزونز بتاعت الديفيشن؟ ما هي الريزونز بتاع الديفيشن اللي احنا لسه ما خدناهوش، وده اللي انا محتاج اتكلم فيه شويه وحاسبها فاضيه كده، وبعد شويه هتبدا نملاها تاني معانا. انا دلوقتي عرفت ان عرفت ان السبب الديفيشن عندي ان يبقى عندي high pressure أو low pressure low temperature. تمام؟ حلو. أنا دلوقتي ما أثرت ب high pressure، إيه اللي حصل معايا؟ ليه ما بأثر؟ ليه ما أثر ب high pressure بيحصل deviation للغازات؟ عايز أعرف السبب. ليه ما أثر ب low temperature بيحصل ديفيشن للغازات؟ ده اللي انا محتاج اتكلم فيه دلوقتي. عايز اوضح السبب في ان ما زود الضغط الغاز بيتحول من ايزل ريال، وهبدا اكتب عنوان مهم جدا اهو. ايه هو الافكت بتاع increasing البريشر اون الايديال جاز behavior؟ ما هو تأثير زيادة الضغط على سلوك الايديال جاز؟ وده معناه تأثير ايه؟ ده معناه كأني بكلم على تأثير الهاي بريشر. حد عنده اي سؤال دلوقتي؟ بقيت الناس فين؟ بقيت الناس سامعة ولا مش سامعة؟ معاك يا دكتور. تمام يا دكتور. طيب ركز معايا بقى في اللي انا هقوله دلوقتي، لان الكلام ده مهم جدا جدا جدا. في حاجة خدناها المرة اللي فاتت هلغيها لك دلوقتي، مش هلغيها لك من منهج، هلغيها لك كفه وهغيرها لك بحاجة تانية. ونبدا نقول طب اشمعنى انا قلتها المره اللي فاتت وما قلتهاش المره دي؟ هنشوف دلوقتي معانا. هكتب جملتين كده وبعد كده نبدا نتناقش فيهم. يعني انا ما حدش يناقشني الا بعد ما اخلص، ومش هشرحهم الا بعد ما اخلص. ان ايديال جاز لو انا مستني الشاشه تظهر قدامك بس. ان ايديال جاز لو في از defined as، مليني بقى، V is defined as A an ideal gas low. V is defined as، عرفنا ال V بإيه؟ volume of container. volume of container. حلو. ال volume of container. حد عنده اعتراض؟ ده اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت، قلنا ال V هي ال volume of container. لقيته بيقول لي in reality، في الحقيقة الكلام ده غلط. ايه اللي غلط فيه؟ قال لي in reality V represent، لازم تمثل ال volume free for the motion of gas molecules.
فاهم حاجة. أنا مش فاهم حاجة صراحة. قال لي طيب عشان نبدأ نفهم. قال لي ده أنت عندك حاجة مهمة جدا ما اتكلمناش فيها. قال لي عشان أبدأ أقول إن الغاز ده أيديال, عشان أحدد إن الغاز ده أيديال أنا هفترض فيه افتراضين. يبقى فور أيديال جاز, أنا عشان أقول إن الغاز ده أيديال أنا هحط فيه كل بقى التصورات اللي أنا عايزها, فأنا هفترض فيه افتراضين. إيه هما؟ أول افتراض هقول إن its molecules are point mass. والافتراض الثاني إن no attraction force. يبقى أنا عندي افتراضين للغاز, للأيديال غاز. هما الافتراضين دول. أول افتراض إن الغاز الموليكولز بتاعته تسمى point mass. ويعني ايه point mass؟ ده افتراض انا اهو بقول ان جزيئات الايديال جاز هي جزيئات تسمى point mass. ويعني ايه point mass؟ وكلمة point mass هي حاجة ملهاش ترجمة حرفية, انما المقصود بيها ان هي حاجة ليس لها كتلة او حجم ولا تشغل اي حيز من الفراغ. يعني ايه مش فاهم؟ وكل بسطة كده ما تكون قاعد سرحان شوية بتلاقي فيه ذرة غبار معدية قدامك, انت بتعمل حساب ليها؟ لا. هي دي بوينت ماس. يبقى حجمها صغير جدا لدرجة اللي انا بعتبرها ايه؟ ولا حاجة. يبقى انا بعتبر ان جزيئات الايديال جاز صغيرة للدرجة ان حجمها ده يعتبر ايه؟ ولا حاجة. ده افتراض عندي. انا افترضت كده في الايديال جاز ان الموليكولز بتاعته مالها؟ تعتبر بوينت ماس وحجمها صغير جدا. والافتراض الثاني ان مفيش اتراكشن فورس او مفيش اي نوع من انواع قوى التجاذب بين الايه جزيئات وبعضها. لو غاز حقق معايا الشرطين يبقى ايديال غاز. طب حقق شرط وما حققش الثاني؟ يبقى مش ايديال. حلو. طب ما حققش الاثنين يبقى ريل. يعني اسم شرط ان الغاز يبقى ايديال لازم يحقق الشرطين. طب كل ما حيد شوية عن الشرطين بيبدأ الغاز يبعد عن الايديال جاز بيهيفير ولا لا؟ يبقى انا عندي درجات ايديال جاز والناحية التانية الريال جاز. انما الغاز اللي عندي قريب لمين؟ هو قريب للايديال جاز ولا قريب لمين؟ للريال جاز. يعتمد على هو حقق لي كام من الشرطين دول. لو حقق الشرطين يبقى على طول ايدي. حقق واحد وما حققش التاني يبقى ريال. طب ما حققش الاثنين ريال, بس ريال بتاعته ماله؟ الرياليتي بتاعته مالها؟ طيب نرجع بقى للجزء اللي احنا بنتكلم فيه. في اي مشكلة كده يبقى انا افترضت افتراضين في الايديال جاز ان بوينت ماس وان ما فيش اتراكشن فورس. ايه تأثير زيادة الضغط على سلوك الايديال جاز؟ عايز اسالك سؤال. الايديال بيقول لك هنا ايه؟ الايديال جاز له v is defined as the volume of container. حد عنده اعتراض؟ عرفنا ال v على اساس اللي هي ايه؟ ال volume of a container. قال لي الكلام ده كلام غلط. انما مفروض v represent ايه؟ ال volume free for motion of gas molecule. مفروض الحجم المتاح لحركة جزيئات الغاز. طب انا ليه سميته بدام هو ده الصح؟ ليه سميته بالفوليوم اوف كونتينر؟ قال لي ده اللي احنا هنبدا نتكلم فيه دلوقتي. عايز اطلعك بعيد عن الدراسة شوية. احتمال نطلع رحلة الاسبوع الجاي, تحبوا تيجوا معنا؟ فين يا دكتور؟ ما تسألنيش فيه. بلاش دكتور. انا بسأل سؤال وانت ما تسألش. هتيجي معنا؟ ماشي. هاجي. رحلة بجد. كله جاي؟ كله حد مش جاي. كلنا جايين. كلكم جايين. راشين. هما رحلة. يبقى ايه؟ نلزق. انما لو جيت قلت لكم في محاضرة مهمة جدا مش عارف ايه هتقولوا لي لا مش فاضي. مش جايين يا دكتور. شوفوا يوتيوب. طيب حد عنده اعتراض عن الرحله؟
حد مش جاي؟ هي رحلة بجد يا دكتور ولا مثال؟ من الكلية ان شاء الله. لا بقول هيبقى كويز في الكلية. لا 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 مش هنعمل كويز. ها حد هيعترض على معترض على الرحلة؟ يعني عامل حسابكو انتو 300 واحد. لا يا دكتور اجيب لك سندوتشات. ايه؟ انا اجيب سندوتشات. ماشي يا عم هات السندوتشات مش مشكلة. بسيط. عارف الكيلو 270؟ الرحلة. ما علينا. خلينا بقى الموضوع ده تاني. طيب. احنا هنروح رحلة مع بعض للصحراء الغربية. الصحراء الغربية دي في مصر بتبدأ منين؟ من نهر النيل لغاية ليبيا. أظن بقى إيه؟ هتقعد تلعب زي ما أنت عايز. مكان مفتوح شمس ورمل وعفرة وبهدلة وكل حاجة. حد هترد؟ طيب. حجمك بالنسبة لحجم الصحراء دي إيه؟ صغير. نقطة. ولا حاجة. حجمك اهو بقى بالنسبة لحجم الصحراء دي ايه؟ ولا حاجة. يعني ايه ولا حاجة؟ يعني اصبحت بوينت ميس ولا لا؟ طب يعني انت بكل جسمك ده هل اقدر اعتبرك بوينت ميس؟ اه طبعا اعتبرك بوينت ميس. امتى بقيت بوينت ميس؟ بالنسبة للصحراء. بالنسبة لحاجة كبيرة جدا. يبقى اذا كلمة بوينت ميس دي حاجة مطاطة. حجمك بالنسبة لحجم الاناء اللي انت موجود فيه. فأي حاجة في الدنيا ممكن تبقى ايه؟ بوينت ميس. صح؟ لا ثواني يعني مفيش رحلة؟ لا ما احنا طلعنا ورجعنا اهو. انا قلت كده برضو. انبسطت. ايه انت ما اخدتش بالك؟ مفيش سندوتشات. ولا في كيلو 270. لسه هناك ولا ايه؟ هو انت يا ابني رحلة مين في الوضع اللي احنا فيه ده؟ ما علينا. أصبح حجمنا بالنسبة لحجم بالنسبة لحجم الصحراء ايه؟ بوينت ميس. ده معناه ايه؟ معناه ان انا لو كان عندي كونتينر الحجم بتاعه حجم كبير في ان جزيئات الغاز هتبقى ايه؟ بالنسبة لحجم الكونتينر بوينت ميس. يعني هتبقى ايديال وبوينت ميس يبقى حققت شرط مين؟ الايديال. تمام؟ طيب انا دلوقتي لو جيت بقول لك انا لو زودت الضغط هيحصل ديفيشن. طيب ان ايديال جاز لو في از تو فايند اس فوليوم اوف كونتينر ان رياليتي في ريبريزنت ذا فوليوم فري فور موشن اوف جاز مولكيول اس البريشر انكريز. كل ما الضغط هيزيد ده هيؤدي لان ايه؟ الفوليوم اوف الكونتينر يحصل له ايه؟ يقل. حلو يقل. يبقى انا كل ما الضغط هيزيد مش انا بقول هنا ما هو تاثير زياده الضغط على سلوك الايديال جاز از البريشر انكريز الفوليوم اوف كونتينر ويل ديكريز. والفوليوم بتاع الكونتينر لما يقل هيحصل ايه؟ واحده واحده كده بقى وفهمني. اما الحجم بتاع الكونتينر يقل هيحصل ايه؟ المسافات بين المولكيولز ضيقه. لا ساعتها المولكيولز مش كبيره الحجم المولكيولز هتخبط في الكونتينر. لا برضه ايه المولكيولز هتكون كبيره بالنسبه للحجم يعني ايه؟ ممكن المكشف حلو. يعني ما الفوليوم بتاع الكونتينر قل اصبح حجم جزيئات الغاز نفس الجزيئات هي ما اتغيرتش بس اصبح حجمها بالنسبه لحجم الاناء لم يعد ايه؟ ما عادش بوينت ميس. وما ما عادش بوينت ميس يبقى انا لغيت الافتراض الاولاني بتاع الايديال جاز ولا لا؟ بالظبط. يبقى الغاز ما عادش ايديال. تاني انا قلت لك كلمه ايديال بوينت ميس دي معناها ايه؟ ان الفوليوم بتاع الغاز نسبه للفوليوم بتاع الكونتينر ولا حاجه. طب كل ما انا مزود الضغط الفوليوم بتاع الكونتينر يحصل له ايه؟ يقل. وما الفوليوم بتاع الكونتينر يقل
احنا كنا قاعدين اهو حجمنا في الصحراء حجم كبير ولا حاجة. طب ما نيجي نقعد في المدرج، حجمنا بالنسبة لحجم المدرج ده ايه؟ هل يمكن اهماله؟ لا طبعا. يبقى الجاز مولكيول ما عادتش تسمى بوينت ماس، وده ما عادتش تسمى بوينت ماس يبقى انا لغيت الافتراض بتاع الايديال جاز، يبقى الغاز ما عادش ايديال. يبقى شفت بقى الهاي بريشر عامل ايه معانا؟ تمام دكتور. انا ما ينفعش اشيل كلمه كونتينر دول جاز مولكيول اوف جاز، عشان كونتينر دي الحاجه اللي انا بقيس بالنسبه لها يعني. مش فاهم، قول تاني. يعني قصدي الكونتينر دي حاجة ثابتة، يعني مثلا المدرج ده حاجة ثابتة، واحنا عدد الطلاب احنا مثلا مولكيول اوف جاز، فاحنا مثلا لا ثانية واحدة، انا ما بقولش على عدد المولكيولز بتاعتك، انا بقول مولكيول الواحد بالنسبة للمدرج لحجم المدرج، يعني حجمك انت بس بالنسبة لحجم المدرج. انت موجود كم مرة دي مش قصتي، انما المولكيول اللي هو انت بالنسبة لحجم المدرج هل يعتبر بوينت ماس؟ لا. انما حجمك بالنسبه للصحراء هل يعتبر بوينت ماس؟ هو ده اللي انا بتكلم فيه. ماشي انزل بقى. ماشي. ينفع حضرتك تقول ثاني كونديشن ثاني للايديال جاز؟ الكونديشنز بتاعت الايديال جاز حاجتين، او الاسامبشن بتاعت الايديال جاز حاجتين، انه يبقى بوينت ماس يعني حجمه صغير، وان يبقى نو اتراكشن فورس ايه بين المولكيولز وبعضها. انا لما زودت الضغط الحجم بتاع الاناء ماله قل، فاصبح حجم مزائات الغاز بالنسبه لحجم الاناء كبير، وبعدين بالنسبه لحجم جزيئات الغاز بالنسبه لحجم الاناء كبير، يبقى جزيئات الغاز لا تعتبر بوينت ماس. لا تعتبر بوينت ماس، يبقى الغاز ده ما عادش ايه، ما عادش ايديال، انما يبقى لازم يبقى ايه، لازم يبقى ريال جاز. خلاص دكتور. نعم. او حضرتك كاتب ان رياليتي في ريبريزنتس فاليوم ايه؟ ذا فاليوم فري فور الموشن الحركه، يعني فري يعني المتاحه، فور موشن يعني حركه جزيئات الغاز، يعني هي بتخلي جزيئات الغاز تبقى متاحه اكتر للحركه. لا انا مفروض اقول ان الفي اللي انا كنت اخدها في القانون بي في ايكوال ان ار تي، ما كنتش اخد الفوليوم بتاع الكونتينر، انما كنت هاخد الفوليوم المتاح للحركه. هتكلم في الحته دي بعد شويه، بس اخلص اللي انا بقوله. تمام. as البريشر انكريز الفوليوم اوف كونتينر حصل له ايه؟ ديكريز. طيب مليني بقى، وما الفوليوم بتاع الكونتينر ديكريز ايه اللي حصل؟ مولكيولز بتاع الغاز ما عادتش بوينت ماس. حلو، يبقى جاز مولكيولز كانت بي، ما اقدرش كونسيدرد، ما اقدرش اعتبرها از بوينت ماس، ومادام ما اقدرش اعتبرها از بوينت ماس يبقى انا عملت ايه، يبقى انا لغيت الافتراض، يبقى الغاز كده ما عادش ايديال، على طول بقى ايه، بقى ريال جاز. لسه ما خلصتش انا، بس ايه واحده واحده معاكم كده عشان نركز في الموضوع. انا عندي افتراضين في الايديال جاز، ان المولكيولز بتاعته تعتبر بوينت ماس، وان مفيش اتراكشن فورس موجوده. لو اتحقق معايا الشرطين دولت يبقى الغاز ده ايديال، طب ما اتحققش يبقى الغاز مش ايديال، وبدل مش ايديال يبقى ريال. طيب ايه تاثير الهاي بريشر على سلوك الايديال جاز؟ قال لي ان ايديال جاز له بي في ايكوال ان ار تي، عرفنا الـ V على أساس اللي هي الـ Volume of Container. الكلام ده غلط. طب إيه الصح بتاعه؟ إن أنا كنت مفروض أقول إن الـ V هي الـ Volume Free for Motion of a Gas Molecule. طب أنا ليه ما طالما ده الصح ليه ما كتبتوش فوق كده؟ ليه ما جيتش المرة اللي فاتت وقمت قايل ان ال V هي ال Volume Free for Motion of Gas Molecule، ما قلتش ان ال V هي ال V ال Volume بتاع الكونتينر؟ ليه الكلام، طالما الكلام ده غلط ليه ما تحققش؟ عايز حد يقول لي بقى ليه؟ عشان ما كانش في بريشر رجع بتاني ستاندر الديشن كان ال V ب 22.4 لا 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 ما
لا الفوليوم ب 22.4 في حاله واحده، في حاله واحده بس اللي هي 8 اس تي بي. ايه ليه البريشر كان قليل يا دكتور؟ انا بتكلم دلوقتي ليه انا ما قلتش ان الفوليوم طبعا ده ايديال يبقى البريشر قليل عشان ما كانش فيه بريشر خارج من واحد، الموليكول عندها قدره تتحرك في الكونتينر كله. ليه؟ عشان البريشر قليل، عشان زحمه جوه الكونتينر، عشان مش في حاله الاكستريم كونديشن. لا برضه عشان مره اللي كنا بنتكلم على الاي دي. ايه اسمع، ممكن مثلا ما فيش اتراكشن فورس ليه؟ طالما انا عارف ان الفي هي الفوليوم فري فور موشن اوف جاز موليكيول، ليه اما جيت قلت المره اللي فاتت الفي عرفتها قلت هي الفوليوم اوف كونتينر، ما قلتش هي الفوليوم فري فور جاز فور موشن اوف جاز موليكيول؟ عشان يا دكتور نعتبره بوينت ماس، عشان نعتبره بوينت ماس. لا هو مش عشان نعتبره، هو ده الاجابه صح، لان بكل بساطه مش انا دلوقتي كان من شروط الايديال جاز اللي هو بوينت ماس. يعني ايه بوينت ماس؟ قال لي يعني لو كان عندي كونتينر اهو، يعني لو كان عندي كونتينر اهو وادي الموليكولز بتاعه الغاز، الموليكول دي حره الحركه في كل الاتجاهات صح؟ هيظهر بس الصوره قدامكم بقى اكمل كلام. ادي الكونتينر اهو وادي الموليكولز بتاعه الغاز، والموليكول دي في حاله حركه عشوائيه لان احنا عارفين ان الغاز في حاله حركه عشوائيه. لكن الجديد عندنا ان الفولي ان الموليكولز دي لو كان الغاز ده ايديال كانت الموليكولز دي تسمى ايه؟ بوينت ماس. ويعني ايه بوينت ماس؟ يعني حاجه ليس لها حجم او تشغل حيز من الفراغ. يعني ايه برضو؟ قال لي يعني كل موليكول من دول شايف هو بوينت ماس، وشايف اللي حواليه برضو اللي هو ايه بوينت ماس. بالتالي انا لما اجي اتحرك في الفوليوم ده في الكونتينر ده ايه الحجم اللي انا اقدر اتحرك خلاله؟ قال لي يعني ايه؟ قال لي يعني كل جزيء غاز من دول هيشوف نفسه كانه هو الوحيد اللي موجود في الاناء، واللي حواليه كله يسمى ايه؟ بوينت ماس. يعني ما لهمش حجم اقدر اهمله، اصبح الحجم المتاح لاي واحد من دول هو ايه؟ فوليوم بتاع الكونتينر كله. يبقى دي حاله خاصه، يبقى دي كانت مش غلط بقى، انما دي حاله خاصه في حاله مين؟ الايديال جاز بس. يبقى ما يجي معادله الايديال جاز لازم اقول بي في ايكوال ان ار تي، حيث الفي هي الفوليوم بتاع الكونتينر. انما لو الغاز ده مش ايديال يبقى الكلام ده غلط. طب ايه اللي خلاه صح في حاله الايديال جاز؟ ان الموليكولز بتاعت الغاز تعتبر بوينت ماس. يبقى اي موليكول من دول هو بوينت ماس في حد ذاته، انما هو هيشوف نفسه ايه؟ هيشوف نفسه كانه حاجه، وهيشوف اللي حواليه ايه؟ بوينت ماس. يعني مش عامل لهم اي اعتبار، كان انا الوحيد اللي موجود فين؟ في الكونتينر ولا لا؟ يبقى ما اجي اتحرك في الكونتينر هتحرك في انهي حاجه؟ قال لي هتحرك في حجم الكونتينر كله. يبقى بالتالي اصبح الفوليوم المتاح للحركه ليا هو حجم الاناء ككل. بالتالي اصبحت الفي هي ايه؟ هي الفوليوم اوف الكونتينر. فهمنا يا جماعه بقى الجزء اللي فوق ده؟ فهمنا ليه قلت ان الفوليوم فري فور موشن اوف جاز موليكول هو الفوليوم بتاع الكونتينر؟ بس ده في حاله مين؟ في حاله الايديال جاز بس. نيجي بقى نتكلم عشان نخلص الجزء ده. يعني هي يا دكتور ما تعتبرش غلط، بس هي نسبيه على حسب الايديال. هي حاله خاصه، هي حاله خاصه في حاله الايديال جاز بس هي اللي صح. تمام، هي مش غلط عشان كده كتبناه. طالما كتبناه يبقى احنا مش هنقول حاجه غلط، مش انا، الناس العلماء يعني. بس كل حاجه ليها ايه؟ ليها ريستريكشنز. فاحنا بنقول لا تطبق بي في ايكوال ان ار تي الا في حاله مين؟ الايديال جاز بس. ماشي. طيب يلا بقى نرجع تاني عشان ما انتهش. انا بتكلم في ايه دلوقتي؟ هنرجع تاني بقى الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، ما هو تاثير زياده الضغط او increasing the pressure على سلوك مين؟ الايديال جاز. اما اجي اسالك السؤال ده هتيجي تكتب لي كده بقى، ان ايديال جاز لو بي في ايكوال ان ار تي
V is defined as the volume of container. In reality, V represent the volume free for motion of gas molecule. مهم جدا لازم اكتب الكلام ده. As a pressure increase, the volume of container يحصل له ايه؟ يقل. بالتالي the gas molecules can't be considered as point mass. طيب ايه اللي حصل بقى كده؟ بالتالي اما يبقى المولكيول بتاعه الغاز can't be considered as point mass هيفرق معايا في ايه بقى؟ عايز اسمع ايه اللي ممكن تتوقعه ان يحصل لو المولكيول بتاعه الغاز ما عادتش point mass؟ هيبقى محكوم من الفري في الكونتينر، يعني مش عارف يتحرك في الفوليوم بتاع الكونتينر كله. حلو، يبقى ما اقدرش اقول ان الفي الفوليوم البتاعي بتاع الغاز هو الفوليوم بتاع الكونتينر. اصبح الفوليوم المتاح للحركه مش هو حجم الاناء. انا دلوقتي لو انا معاكم في المدرج هتحرك في حجم قد ايه؟ انا لو انا كنت بدي محاضره معاكم في المدرج وانتوا قاعدين قدامي وانا عايز اتحرك دلوقتي هتحرك في حجم قد ايه؟ الحجم المتاح للحركه اللي هو ايه؟ اللي هو حجم المدرج كله ناقص حجمك وحجم زميلتك وحجم زميلك وحجم الديسكات وحجم كل حاجه موجوده في المدرج ولا لا؟ انما الحجم بتاعي لم يعد ايه؟ الفي اللي احنا كنا بنتكلم عليها هناك. يعني ايه؟ قال لي يعني المولكيول كانت بي كونسيدرد اس بوينت ماس، بالتالي الفوليوم فري فور الموشن اوف جاز مولكيولز ويل نوت بي في. نتيجة ان الجزيئات دلوقتي ما عادتش تعتبر point mass، اصبح بالتالي الحجم المتاح ليه للحركة مش هيبقى V، اللي هي مين V؟ اللي هي ال volume of container. of container. طب دكتور بدل هي مش volume بتاع container يبقى دي volume بتاع ايه بقى؟ استنى بس. but will be لسه بقى ما كملتش. but will be ايه بقى؟ V minus B. دلوقتي ما انا جيت قلت لك لو انا معاك في المدرج كلكم وانا حبيت اتحرك هتحرك في حجم قد ايه؟ قلت لي هتتحرك في حجم المدرج كله اللي هو رمزه ايه؟ V. V. قلت لي minus حجمي وحجمك وحجم زميلتك وحجم زميلك وحجم الديسكات وحجم اي حاجه موجوده معايا ولا لا؟ يبقى انا كان المحاكم المتاح ليا للحركه مش في بقى، مش حجم الاناء كله، انما حجم الاناء ناقص رقم. هذا الرقم يمثل ايه؟ حجم جزيئات الغاز ولا لا؟ يبقى الفوليوم فري فور موشن عندي مش هيبقى في، انما هيبقى في ماينس بي، وير بي از كونستانت. قلت اسمه ايه الكونستانت ده؟ قال لي اسمه excluded volume per one. يعني ايه كلمة excluded volume؟ يعني الحجم المستبعد. انا الحجم ده استبعدته من الحركة مش هعرف اتحرك خلاله، فاصبح الحجم المتاح ليا للحركة هو ايه؟ هو حجم المدرج كله ناقص ايه؟ ناقص هذا الحجم المستبعد ولا لا؟ بس هذا الحجم المستبعد بيبقى بير 1 مول، يعني كل مول هشيل قصاده ايه؟ بي. طب افرض انا كان معايا 2 مولز يبقى انا هشيل كام بي؟ 2 بي. طب افرض انا معايا 3 مولز هشيل كام بي؟ 3 بي. طب افرض اللي انا كان معايا ان مول يبقى هشيل كام بي؟ كام بي؟ NB. يبقى المعادلة بقت ايه؟ بقى الحجم المتاح ليه الحركة مش هيبقى V انما هيبقى ايه؟ V minus NB. يبقى هو ده تأثير البريشر عندي على سلوك الايديال جاز. انا كنت بقول الحجم المتاح للحركة هو ال V،
على اساس ان ايه ان الجزيئات بوينت ماس. دلوقتي لا، نتيجه ان الجزيئات ما عادتش بوينت ماس اصبح لها حجم لا يمكن اهماله، واصبح الحجم المتاح للحركه او الفوليوم المتاح للحركه مش هيبقى حجم الاناء كله، انما هيبقى ايه حجم الاناء كله ناقص حجم جزيئات الايه الغاز. خلاص طيب لغايه هنا مين اللي قال لي ان الغاز ده تحول من ايديال لريال؟ هل كده فعليا الغاز تحول لايديال لريال ولا لا؟ ومين اللي اثبت لي كده؟ ايوه تحول، ايوه تحول. هل كده فعليا الناس ترد معايا، هل كده فعليا الغاز فعلا تحول من ايديال لريال ولا لا؟ تحول عشان ما دي حول. لا كده تحول عشان ما بقاش فيه، هو كده ما بقاش ايديال، بس لسه فاضل الشرط الثاني بتاع الفورس. لا لا سيبك من الشرط الثاني، الشرط الثاني ده في الجزء الثاني. هل كده هو تحول من ايديال لريال ولا لا؟ الفوليوم بيقرب منه. عايز اسمع كده قالت لا ليه؟ وعشان الفاليو بتاع الان ده ممكن يتغير، ممكن يبقى زيرو مثلا. لا الكلام ده غلط، بس هو فعلا مش ده المؤشر ان هو اتغير. ليه؟ لان انا قلت لك اللي بيحدد لي الغاز ده ايزل ولا ريل هي حاجه واحده، مين؟ الزد. يبقى انا طول ما انا ما حسبتش الزد يبقى انا ما اقدرش اقول ان هو بقى ريل. ما انا ممكن يحصل كل ده وبرضو الاقي ان الزد قيمتها بواحد، يبقى هذه الكونديشنز برضو كانت مناسبه انه يبقى ايه، يفضل برضو هيئه ايه ايديال. تمام. يعني ايه؟ قال لي يعني لغايه دلوقتي انا وضحت اللي حصل، انما ما اثبتش ان هو بقى ايه اللي هو بقى ايه. مين اللي هيثبت لي اللي هو بقى ريال؟ كومبريسبيليتي فاكتور. حلو. قال لي طيب يبقى انا محتاج احسب الكومبريسبيليتي فاكتور، فاجي اكتب المعادله بي في ايكوال ان ار تي. هل المعادله كده صح؟ لا تاني زد. هل المعادله كده صح؟ لا طبعا. بي ماينس ان بي، بي ماينس ان بي. ايه المعادله غلط؟ لان الحجم بقى لا يمكن اهماله، ما عادش بوينت ماس. فانا المفروض ان انا اكتب هنا في الجزء ده الفوليوم المتاح للحركه، اهو الحجم المتاح للحركة. هل الحجم المتاح للحركة ليا هو الفي؟ لا، إنما أصبح مين؟ في ماينس بي. في ماينس إن بي. شفت بقى الفرق؟ هو إحنا قلنا الإن دي إيه؟ النمبر أوف مولز. تمام. البي دي بشيلها كل وان مول، فلو عندي تو مولز هشيل تو بي، هشيل تو بي. لو عندي ثري مولز هشيل ثري بي. لو عندي إن مول شيل ان بي. طب هو معلش يا دكتور، هو البي دي يعني بتعتمد على نوع الغاز، يعني بتختلف من كل غاز للتاني؟ ايوه هي بتختلف من غاز لغاز، بتعتمد على حجمه. تمام. هي ثابت الغاز الواحد، بتتغير من غاز لغاز، لازم اديك كوميتس. هو الان دي يا دكتور اللي هي مضروبه في البي هي نفس الان اللي هي جنب. ايوه ما هي فور ان مول. تمام. يعني انت لو خليت الان اللي هي ان ار تي دي بواحد يبقى الان الثانيه دي بواحد. فهمت؟ تمام يا دكتور. كان الغاز ايديال لسه دكتور مش على الرياليتي ليه؟ ده كده بتاع الرياليتي القانون ده؟ لسه ما اتكلمتش، هقول لك دلوقتي. اللي كان بيسال معاك مين بقى؟ نوتة البي بس مش فاهم. البي دي نهين. انا دلوقتي لو انا في المدرج انا هتحرك في حجم قد ايه؟ حجم المدرج ناقص حجم الموجود في المدرج اللي هو الطلاب مثلا. هي البي دي حجم اللي موجود في المدرج. طب هي ليه كونستنت؟ عشان كل غاز ليه حجمه. كل غاز، انا الغاز ده ليه حجم جزيئات بتاعته غير الغاز التاني، بالتالي الحجم ده بيفرق من غاز لغاز. تمام. هل يعني حجمك زي حجم زميلك؟ لا. بص يبقى اذا لو انا عندي مول من حجمك هيبقى ده ليه حجم معين، انما لو عندي شويه من زميلك من يعني نفس حجم زميلك
هتلاقي ليها واخد حجم تاني. فالفوليوم هنا بيحصل له ايه؟ بيتغير على حسب نوع الايه؟ نوع الغاز. طب دكتور معلش، طب وده بيحصل دكتور لما ضغط يوصل لامتى؟ يعني يوصل لكام؟ ملهاش علاقة، ما كل غاز ليه احنا قلنا ايه؟ كونديشنز معينة، وقت ما حصل ليها ما انا ممكن اثر وازود الضغط وبرده الغاز يبقى ايدي حسب طبيعة الغاز. كل غاز ليه ظروف مختلفة عن التاني، عشان كده ما اقدرش اقول ان الغاز الكونديشنز دي حولت الغاز من ايزل لريال الا لو حسبت قيمة مين؟ الزد. هي دي اللي تقول لي بقى فعلا الظروف دي خليته بقى ريال ولا لسه ايزل. هو مش ال V minus NB دي، مش دي بحسب فيها الفوليوم بتاع الموليكل؟ أيوة. يبقى أنا طيب مش ال V برضو هي برضو الفوليوم بتاع الموليكل بتاع ال 1 مول، حجم الموليكل الموجود في 1 مول. طب افرض أنت عندك 2 مول يبقى 2 بي بس، يبقى ال V دي ثابتة للمول الواحد. افرض انت بقى واخد 50 مول يبقى انا هشيل كام؟ 50 بي. فهمت؟ يعني البي دي مش مطلقه، ما انا ممكن اخد شويه صغيرين من الغاز اجي اشيل منها البي ليه؟ يبقى لازم اربط البي دي بكميه الغاز اللي معايا. كميه الغاز يعني ايه؟ النمبر اوف مول بتاعه. فاصبح البي دي بير 1 مول. بناخد يعني عدد المولات الفعليه، مش بناخد النسبه اللي داخله في التفاعل. لا، عدد المولات النسبه يبقى اكس. انا ما كتبتش اكس، كتبت مين؟ ان. يبقى واخد الفعلي. هو انا ازاي لسه مهم معايا بقى؟ كنت هكتب لو كان الغاز ده ايديال كنت هكتب بي في ايكوال ان ار تي. دلوقتي لا، انا دلوقتي الغاز ده ما عادش الجزيئات بتاعته ما عادتش بوينت ماس، بالتالي الحجم المتاح ليه للحركه ما عادش حجم الاناء، انما اصبح حجم الاناء ناقص حاجه. الحاجه دي بتمثل ايه؟ حجم جزيئات الغاز. تفك المعادله دي، يبقى بي في بنفك المعادله اهو، ماينس بي ان بي ايكوال ان ار تي. تمام كده؟ حلو. طب ما تقسم كله على ان ار تي، يبقى بي في على ان ار تي ماينس بي بي على ار تي، لان راحت مع الان، ايكوال كام؟ ايكوال واحد. لكن البي في على ان ار تي دي في حد ذاتها هي مين؟ هي الزد. صح. يبقى الزد ايكوال كام؟ 1 بلس البي بي على ار تي. يعني ايه الكلام ده؟ قال لي يعني الزد بقت اكبر من واحد. الزد بتساوي واحد زائد حاجه، هي زي ما انت شايف كده، الزد بتساوي واحد زائد حاجه، يبقى الزد مالها؟ اكبر من واحد. وبدان بقت الزد قيمتها اعلى من واحد، يبقى صح كلامي مظبوط ان ايه اللي حصل؟ ان الغاز ده تحول من ايجل لايه؟ لريال. يبقى انا فعليا لما زودت الضغط اهو لقيت ان قيمه الزد بقت مالها؟ أعلى من واحد. هو كده يا دكتور لازم أتأكد من الزد برضو، سواء يعني طالما مهما كان نتيجة البي تبقى دايما 1 بلس رقم، فيبقى كده دايما أكبر من واحد. حلو. ما انت ليه بقى ما خدتش الفاكتور التاني؟ ما انا عندي كذا فاكتور. شكرا يا جماعة القلوب اللي عمالة تطلع لي على الشاشة دي. شايفها؟ شايفينها كلنا. يا دكتور شايفينها. انا شايفها على الموبايل بس مش شايفها عندنا هنا، بس ماشي. اساسا انا بشغل الموبايل كشاشه عشان اشوف اللي انا بكتبه ظاهر امتى، اعرف ازود امتى، اسرع امتى، واقلل امتى. يعني خلاص يا جماعه بقى، ايه كل ده؟ شكرا، انا كمان بحبكم والله. نرجع للمحاضره بقى. حنشن فيه. نرجع لموضوعنا بقى. فهمنا؟ انا يهمني هنا اللي انا اكون عارف ايه سبب الديفيشن الهاي بريشر. طب الهاي بريشر عمل معايا ايه؟ قال لي حول لي الفوليوم، بدل ما كنت بقول بي في ايكوال ان ار تي، لا، اصبح الفوليوم المتاح ليا للحركه مش حجم الاناء،
انما ايه حجم الاناء ناقص ايه ناقص حجم جزيئات الغاز الموجوده عندي. فبالتالي اصبحت المعادله قيمه الزد اعلى من واحد. هسال سؤال بقى عايز الناس بقى كلها تجاوبه. For ideal gas البي بكام؟ زيرو. بزيرو صح، هي بزيرو. ليه بزيرو؟ عشان هي عشان تسوي في بس بوينت ماس، هيرجع بوينت ماس تاني. يبقى انا مش محتاج ان انا اشيل اي حجم، اصبح الحجم المتاح ليا للحركه هو ايه؟ حجم الاناء كله ولا لا؟ يبقى الـ V for ideal gas الـ B equal 0. يعني ايه؟ قال لي يعني ما جا اكتب ان الـ B equal في V minus N B equal N R T الـ B بـ 0 فده بـ 0. رجعت المعادلة التاني ايه؟ B V equal N R T. شفت بقى الموضوع حلو ازاي؟ شفت الموضوع سهل ازاي؟ هنا بي في 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 ماينس ان بي ايكوال ان ار تي فور ايديال جاز البي بزيرو. يبقى المعادله بقت شكلها عامل ازاي؟ بي في ايكوال ايه؟ بي في ايكوال ان ار تي. يبقى اذا تاثير الهاي بريشر عندي على سلوك الايديال جاز خلى قيمه الزد مالها اعلى من واحد، ودام اعلى من واحد يبقى الغاز تحول من ايديال ايه؟ لريال. قبل ما ادخل في التأثير التاني، وبقى كده خلصنا النهاردة خلاص. أنا ندخل في التأثير التاني، عندي شوية مصطلحات لازم نعرفها. عندي حاجة اسمها Ideal Volume، وعندي حاجة اسمها Real Volume، عندي حاجة اسمها Ideal Pressure، وعندي حاجة اسمها Real Pressure. ما هو Ideal Volume؟ قال لي الايديال فوليوم هو الفوليوم اللي انا مفروض كنت اكتبه في الايديال جاز، اللي هو مين؟ قال لي اللي هو الفوليوم فري فور الموشن اوف جاز مولكيول. اللي هو هنا كان انهي واحد؟ اللي هو هنا في minus n b. يبقى ما اجي اقول لك ما هو الايديال فوليوم، هو الفوليوم اللي انا المفروض اكتبه صح. طيب في حاله الايديال جاز كان البي بزيرو، فالفي minus n b بقت ايكوال كام؟ ايكوال v. طيب ما هو الريال فوليوم؟ الحجم الظاهري عندي هو الفوليوم اوف الكونتينر. فور ايديال جاز في حالة الايديال جاز الايديال فوليوم هو الريال فوليوم، لان البي بكام؟ سينس ان البي ايكوال كام؟ ايكوال زيرو. دكتور مش احنا قلنا العكس؟ ارجع تاني افهمك. انا في المعادله بي في ايكوال ان ار تي، دي معادله مين؟ الايديال. حلو، يبقى عشان اكتب ان دي معادله ايديال يبقى لازم كل حاجه تبقى في الايديال. يبقى معنى اللي انا كتبت ان البي في ايكوال ان ار تي، يبقى انا معايا الايديال فوليوم والايديال بريشر. طيب وما هو الايديال فوليوم؟ هو الفوليوم في حاله الايديال جاز. طيب ما هو الفوليوم في حاله الايديال جاز؟ الكلام العام هو الفوليوم المتاح للحركه. هو لا، هو الفوليوم المتاح للحركه، لكن في حاله الايديال جاز عشان الجزيئات بوينت ماس، فاصبح الحجم المتاح للحركه هو مين؟ الكونتينر فوليوم فور ذا كونتينر. بقت حاله خاصه، انما في اي حاله بقى تانية مين الايديال فوليوم؟ هو الفوليوم الفري للموشن. وما هو الريال فوليوم؟ هو الحجم الظاهري. انا ما اشوف الغاز في في الكونتينر ده من غير ما اقول ده بريشر ولا فوليوم ولا اي حاجه، هقول لك الحجم بتاع الغاز هو حجم الاناء. يبقى ده ظاهريا انا حكمت عليه ولا لا؟ انما ممكن يطلع الكلام ده غلط ولا لا؟ تمام. يبقى دايما ما هو الريال فوليوم؟ هو الفوليوم بتاع الكونتينر، الحجم الظاهري ليا. ممكن هذا الفوليوم الظاهري يتساوى مع الايديال، ده في حاله مين؟ الايديال جاز بس. خلاص،
يبقى ما هو الايديال فوليوم؟ هو الفوليوم المتاح لحركه جزيئات الغاز اللي هو في ماينس ان بي. ما هو الريال فوليوم؟ هو الفوليوم اوف كونتينر. امتى يتساوى الاثنين؟ اما البي تبقى بكام؟ اما البي تبقى بزيرو. والبي تبقى بزيرو في حاله مين؟ الايديال جاز بس. طيب بنفس الطريقه عندي حاجه ثانيه اسمها ايديال بريشر. معلش يا دكتور ممكن تاني؟ يا دكتور هو كده ان الريل جاز حضرتك بدلت كاريرا ايه يعني في الحالات اللي هي الجاز فيها يبقى ريل بستخدم معاها ان تكون الفي ايديال صح؟ ما هو انا اللي عايز انا كده مفروض ان انا اكتب في كل المعادلات سواء كان ايديال او ريل في ماينس ان بي ده مفروض في كله. بس في حاله الايديال البي بزيرو فالان بي هيبقى بكام؟ هيبقى بزيرو فبقت الفي ماينس ان بي ايكوال ايه؟ ايكوال الفي على طول. انما مفروض اللي انا اكتب في كله ايه؟ ان الفي هي عباره عن في ماينس ان بي. دكتور وحضرتك هو الايديال فوليوم المقصود بيها كده اللي هو الحجم الفعلي مش الحجم المثالي؟ الحجم المتاح للحركه. الايديال فوليوم هو الحجم اللي فاضي عندي. تمام المفروض كده اللي هو الحجم اللي فاضي اللي انا اقدر اتحرك خلاله اللي هو في ماينس ان بي الفوليوم ايه؟ انا الصوت بيقطع من السماء منك. طيب بنفس الطريقه بقى الشاطر الجدع يقول لي ما هو الايديال بريشر؟ هو البريشر في الايديال فوليوم في الايديال جاز. افصل بقى بين الايديال فوليوم وكده ما هو الايديال بريشر؟ البريشر في الايديال جاز. البريشر اللي هيعمله الايديال جاز. وامتى الغاز يبقى ايديال؟ لما البي ما معلهوش اتراكشن فورس مش ضغط الغاز. ركز معايا مش ضغط الغاز احنا قلنا بيحصل نتيجة اصطدام جزيئات الغاز بجدار الإناء. شايفين الكونتينر ده؟ انا دلوقتي موليكيول اهو رايح اخبط جدار الإناء لقيت فيه اتراكشن فورس عليا بتشدني. انا راح اخبط اهو لقيت اتراكشن فورس بتشدني الناحية التانية. فبالتالي انا متوقع ان انا مش هعرف اوصل للول اوف كونتينر فالبريشر يحصل له ايه؟ يقل. حل. يبقى ده اسمه الريال اللي انا قسته فعليا بقى نتيجة الكونديشنز اللي معايا هو ده اسمه الريال بريشر. طب وما هو الايديال بريشر؟ هو البريشر اللي كان هيعمله الغاز امتى؟ لما كان هيبقى ايديال. وما يبقى ايديال يبقى معلهوش اتراكشن فورس يبقى فيش حد هيقدر يقول لي ايه روح يخبط او ما تخبطش. فبالتالي هيبقى قيمة البريشر بتاعته مالها اسمها بي ايديال. خلاص يبقى ما هو الايديال بريشر؟ هقوله تاني اهو ما هو الايديال بريشر؟ هو البريشر مش احنا عندنا كان عندي شرطين في الايديال جاز. اول شرط ان يبقى بوينت ماس خلاص عرفناه. تاني شرط ماله؟ نو اتراكشن فورس. يعني ايه مفيش اتراكشن فورس؟ يعني انا هو كموليكيول للغاز اتحرك زي ما انا عايز محدش يشدني او يقول لي لا. وما اتحرك زي ما انا عايز يبقى انا هخبط في الول اوف كونتينر جدار الاناء. وما اخبط في جدار الاناء هعمل ايه؟ هعمل ضغط. هذا الضغط يسمى ايديال بريشر. انما نتيجه ان انا بقى عليا اتراكشن فورس فانا جاي اوصل لجدار الاناء اتشديت لورا لجوه فبالتالي انا معرفتش اوصل لجدار الاناء فالبريشر حصل له ايه؟ قل. يبقى ده اسمه ايه؟ ده البريشر اللي انا قسته فعليا وليس البريشر اللي انا كنت متوقع اللي انا ايه اوصل. يعني الايديال دايما اكتر من اكبر طبعا من الريال. خلاص
يبقى ما هو الايديال بريشر؟ اللي هو البريشر بتاع الايديال جاز لان مفيش اتراكشن. اللي كان هيعمل له الايديال جاز في حاله عدم وجود اي نوع من انواع الاتراكشن فورس. انما ما هو الريال بريشر؟ هو البريشر اللي انا هقيسه فعليا عند الكونديشنز اللي انا فيها. انا كنت متوقع يطلع لي 10 طلع لي 5، يبقى ده اسمه الايديال وده اسمه ايه؟ الخمسه اسمها ايه؟ الريال بريشر، الضغط الحقيقي اللي انا ظهر معايا. خلاص معلش يا دكتور. نعم كده العكس بقى، يبقى الريال فوليوم دايما يبقى اكبر من الايديال الا في حاله معينه بيبقى يساوي بعض، صح؟ إيه طبعا الريال فوليوم اكبر من الايديال فوليوم الا في حاله الايديال جاز بس الاثنين يتساووا. تمام معلش يا دكتور، ازاي هو مش المفروض في الايديال مفيش اتراكشن فورس؟ مش انا ده مين انت بتتكلم على؟ ثانيه واحده بس، انت بتتكلم على ايديال فوليوم ولا ايديال بريشر؟ لا البريشر. حلو، مين اكبر الايديال بريشر ولا الريال بريشر؟ المفروض الايديال. صح، ويبقى الايديال بريشر اهو في الغالب اكبر من الريال بريشر الا ما عدا في حاله الايديال جيز. هو الكلام كان من شويه كان على الفوليوم. ايوه طيب تمام. التاني بقى زميلك كان بيسالني على الفوليوم، قال لي كده معنى ذلك ان الريال فوليوم اكبر من الايديال فوليوم؟ طبعا، لان الريال فوليوم هو حجم الاناء كله، انما الريال الايديال فوليوم هو ايه؟ هو جزء من الريال فوليوم. يتساوى امتى؟ خلاص يا جماعه، لو انا فهمت الكلام ده هبدا اقول لك ما هو الايفكت ده التاثير الثاني بقى. معلش يا دكتور سؤال بس اسمع، واحنا ورا لما قلنا النورمال كونديشنز كنا قايلين عندها انه بيبقى ايديال عند اللو بريشر. حلو، ولما وصلنا للاكستريم كونديشن ان احنا زودنا البريشر بقى ريال مش حل. العكس الغاز بيبقى ايديال. اسمعني، الغاز بيبقى ايديال عند اللو بريشر، بيبقى ايديال. انما لما جيت زودت البريشر عملت فيه ايه؟ ها عملت فيه ايه؟ ما زودت الضغط، قربت الموليكولز من بعض، تحول لريال، حولته من ايديال لريال. يبقى فعلا لما زودت الضغط الغاز اتحول من ايديال لريال ولا لا؟ وبقى قيمة الزد مالها؟ ما بتسويش واحد. اعلى واحد. خلاص بقى ما بتسويش واحد، دي كانت كلمة مطلقة. دلوقتي لا، انا عارف ان انا لو زودت الضغط يبقى الزد لازم يبقى قيمته كام؟ اعلى من واحد. ليه؟ لان انا في بعض المسائل حاجة جاب لك تحسب الزد، فهتطلع الزد اكبر من واحد. هقول لك ايه السبب؟ تقول لي مادام الزد اعلى من واحد يبقى ده كان سببه ايه؟ ان البريشر كان ماله؟ كان عادي زي. خلاص لو سمحت يا دكتور، هو ازاي الايديال بريشر اكبر من الريل بريشر؟ مش حاله الايديال بيبقى فيه اتراكشن بتقلل البريشر؟ طيب تستنى على سؤالك ده لغايه ما اكتب التاثير الثاني وبعد كده تشوف تساله تاني. ماشي دكتور. استنى بس 5 دقايق بالظبط وانت هتلاقي نفسك انت اللي بتجاوب عليك بدل ما انا اجاوب. يعني قول عايز اتكلم في الريل بريشر تاني ده. طيب نكتب الجزء ده وبعدين نرجع تاني للاير بريشر. تاني حاجه عندي، ايه هو الايفكت اوف ديكريزنج اللو تمبريتشر بقى؟ يبقى ديكريزنج التمبريتشر اون الايديال جيس. يعني ده كده بالظبط التاثير انا بتكلم عليه ايه؟ تاثير اللو تمبريتشر. كده التاثير الثاني. يبقى انا كده درست اول حاجه ايه تاثير الهاي بريشر، دلوقتي انا بتكلم على تاثير مين؟ اللو تمبريتشر. بكل بساطه يا جماعه، انا لما اقلل درجه الحراره هكتب كده اهو as temperature decrease، ايه اللي هيحصل؟ بيكون الجو برد، بتلاقينا بنعمل ايه؟
بنيجي نقرب من بعض صح الحركة عشان الدفة. بنقرب من بعض عشان الدفة صح الكلام ده. بيكون الجو حر بنعمل ايه؟ بنبعد عن بعض. يعني ايه؟ يعني كل ما درجة الحرارة بتقل كل ما الموليكولز هتقرب من بعض ولا لا؟ بالتالي كل ما تقرب من بعض كل ما الاتراكشن فورس يحصل له ايه؟ يزيد. يبقى as temperature decrease الاتراكشن فورس يحصل له ايه؟ increase. حلو. وما الاتراكشن فورس increase ايه اللي يحصل؟ انا لغيت كده الافتراض التاني بتاع الايديال جاز. كنت بقول ان الايديال جاز مفيش فيه اي نوع من انواع الاتراكشن فورس. دلوقتي لا، ده انا عندي اتراكشن فورس واتراكشن فورس قويه ولا لا؟ يبقى انا متوقع ان الفرد التاني اللي انا افترضته في الايديال جاز خلص بقى بويز ما عادش ينفع. يبقى برضو متوقع ان الغاز يتحول من ايه؟ من ايديال الى لير. طيب نكمل بقى. ايه تاثير ان الاتراكشن فورس هتزيد؟ نرجع نرسم الكونتينر تاني اهو. بالظبط، بس لازم نقولها واحده واحده عشان ايه الناس تفهمها. ادي إيه الكونتينر بتاعه اهو. حلو. كان كل الموليكولز دي ما عليهاش اتراكشن فورس، حره الحركه في كل الجهات، مفيش اي مشكله. طيب ايه رايك في موليكول زي ده وموليكول زي ده وموليكول زي ده وموليكول زي ده وموليكول زي ده؟ واخد لك خمس انواع من انواع الموليكولز معايا، هعملهم لك بالاحمر وهيظهر قدامك دلوقتي. ادي واحد اتنين تلاته اربعه خمسه. المفروض ان كل الموليكولز مالها ما عليهاش اتراكشن فورس. دلوقتي نتيجه ان الاتراكشن فورس زادت اصبح الموليكول زي ده عليه اتراكشن فورس من جميع الجهات. محصلتها كام؟ قال لي محصلتها صفر. اللي في النص عليه اتراكشن فورس من جميع الجهات اهي، محصلتها كام؟ محصلتها صفر، ما فيش مشكلة منه. طب موليكول زي اللي فوق ده ما فيش حاجة فوقيه، ما يجي يتشد نتيجة الاتراكشن فورس هيتشد فين؟ لتحت. مش لتحت، للداخل. ماشي. موليكول زي اللي على الجنب ده ما يجي يتشد هيتشد فين؟ للداخل. موليكول زي اللي تحت ده لما يجي يتشد هيتشد لفين؟ للداخل. وهكذا. يعني ايه؟ قال لي يعني الموليكول اللي كانت هتوصل لجدار الاناء عشان تخبطه وتعمل لي بريشر اصبح عليها اتراكشن فورس ما كانتش موجود، فبالتالي الاتراكشن فورس ده هيخلي وصول العدد اللي هيقدر يوصل للول في كونتينر يبقى يحصل له ايه؟ بالتالي الضغط بتاع الغاز يحصل له ايه؟ بيقل طبعا. انا البريشر بتاع الغاز بيحصل نتيجه الخبط بتاع الموليكول مع الوول بتاع الكونتينر. انا دلوقتي مش عارف اوصل للوول في كونتينر، او عدد اللي هيوصل هيبقى قليل، بالتالي البريشر يحصل له ايه؟ تمام. يبقى نيجي نكتب كده as temperature decrease الاتراكشن فورس ايه؟ increase. مليني بقى ده يؤدي لايه؟ ان النمبر اوف جاز موليكولز which will strike، يعني strike يعني تخبط، the wall of container يحصل له ايه؟ عدد جزيئات الغاز اللي هتقدر توصل للول اوف كونتينر يحصل لها ايه؟ decrease. وما ديكريز ده يؤدي لان البريشر بتاع الغاز ديكريز برضه. ديكريز هو كمان قال لي ما ينفعش. يعني ايه ما ينفعش؟ قال لي انا عايز اعوض في القانون بي في ايكوال ان ار تي، يبقى لازم اعوض بقيمه الايديال. طيب انا كنت متوقع ان الايديال بريشر متوقع اهو لو البي ايديال مثلا ب 10، دلوقتي البريشر قل فبقى البي ريال اللي انا قسته فعليا ان بستة. يعني ما ينفعش عوض بستة؟ قال لي لا، لازم اما اجي اعوض في القانون بي في ايكوال ان ار تي يبقى لازم اعوض بايه؟
بقيمة الايديال بريشر اللي هي كام؟ نقول كده سي 10 اللي هي ايه الايديال بريشر؟ هو البريشر اللي كان هيعمله الغاز لو كان معلهوش اتراكشن فورس، انما نتيجة وجود الاتراكشن فورس فبقى البريشر عندي بكام؟ بستة بس. قال لي ما ينفعش، يبقى انا محتاج اعمل ايه؟ محتاج ارجع قيمة الستة دي تبقى كام؟ تبقى 10 تاني عشان اعرف استخدمها في القانون ولا لا. قال لي طيب in order to restore، يعني ايه restore؟ يعني نستعيد the value of ideal pressure عشان ارجع تاني قيمة ideal pressure 10 بدل ما كانت 6. we must add constant A، هضيف ثابت رمزه ايه؟ called correction term عشان ارجع القيمه تاني بدل ما دام هي قلت ارجعها تاني كما لو كانت ideal. لازم اضيف ثابت، هذا ثابت رمزه ايه واسمه ايه؟ اسمه correction term او معامل تصحيح. طيب السؤال بقى، هذا الاي دي بيختلف من غاز لغاز، قيمته تعتمد على ايه؟ الـ AD قيمته تعتمد على ايه؟ Attraction force. صح 100%. كل ما الـ Attraction force كانت قوية كل ما الـ Pressure هيقل أكتر، كل ما كنت محتاج ثابت أعلى، وكل ما كان الـ Attraction force ضعيفة كل ما الـ Pressure هيقل بكمية صغيرة، يبقى محتاج ثابت قيمته ايه؟ قيمة صغيرة. إذن in order to restore the value of ideal pressure we must add constant A called correction term، وتبقى المعادلة عاملة ازاي؟ اهي B، انهي B دي؟ دي اللي هي كانت 6 دي اللي هي مش الـ ideal plus الـ A الثابت اهو، بس قال لي انا هربطه برضو بالـ number of mole والـ volume، فقال لي يبقى المعادلة عاملة ازاي؟ plus AN square على V square، حيث الـ N دي هي الـ N اللي بره، في ال V equal N R T، ال N دي هي ال N دي وال V دي هي ال V دي، هو عمل علاقة رياضية بس، بس المهم عندي اللي أنا عندي الثابت اللي هو رمزه إيه؟ رمزه إيه معي؟ يبقى عشان أرجع تاني، يبقى أرجع تاني قيمة ال ideal ال ideal pressure لازم أضيف الثابت ده، وأصبح المقدار ده كده كله على بعضه بيمثل إيه معايا؟ المقدار ده كده على بعضه كله بيمثل إيه معايا؟ هو ده الـ ideal pressure. طب فين الـ real pressure؟ الـ B بس. بالظبط كده، الـ B بس اللي هي دي، هي دي اللي بتمثل ايه؟ الـ real pressure. يبقى دايما يا جماعة قاعدة عامة عشان تكون انت فاهم، سواء في الـ volume سواء في الـ pressure، اي حاجة between brackets بتبقى real، اي القوس كله على بعضه هو ده الـ ايه؟ الايديال. تمام؟ طيب هل كده معنى ذلك دكتور انا مش فاهم ال n سكوير على v سكوير جت منين؟ هم عملوها حسبه رياضيه، ما عرفنا يعني احنا مش عارف مش علينا جت منين، ان هم ربطوها بايه؟ بالنمبر اوف مول والفوليوم كمان. خلاص؟ طب فك المعادله دي، يبقى بي في بلس اي ان سكوير على في ايكوال ان ار تي، اسمع ان ار تي، يبقى بي في على ان ار تي ماين بلس اي ان على ار تي في ايكوال 1، يعني زد ايكوال 1 ماينس اي ان على ار تي في. يعني ايه؟ قال لي يعني الزد اقل من 1، يعني اذا اما قصرت بلو تمبريتشر البريشر بتاعي قل، فعشان ارجعه تاني كما لو كان فبدات اضيف ثابت، لما جيت اعوض في المعادله لقيت ان الزد مالها اقل من 1. ركز معايا بقى في الجملتين دولت عشان ابقى انا كده بخلص الجزء ده عشان ما يحصلش فيه قلق. انا عندي عاملين بيأثروا معايا، هاي بريشر وده هيخلي قيمه الزد مالها اعلى من 1، ولو تمبريتشر وده هيخلي قيمه الزد مالها اقل من 1.
طب انا باثر بده لوحده وده لوحده ولا اللي بالاثنين مع بعض؟ ده لوحده ممكن الاثنين مع بعض. قال لي في هذه الحاله لو انا اثرت بالاثنين مع بعض مين فيهم تاثيره اقوى؟ هيتوقف عليكم تزد. بمعنى اخر انا ممكن يكون الغاز عندي ايديال وعن طريق اللي انا اظبط البريشر مع التمبريتشر اوصل فيه ان ده يعادل ده وتبقى الزد قيمتها واحد. وقت ما الزد تبقى قيمتها واحد يبقى ايه؟ يبقى ايديال. يعني اذا المشكله كلها او الفكره كلها لعبه قيمه زد. لو انا خليت الزد اعلى من واحد بقى رير، خليت الزد اقل من واحد بقى ايديال. طب لو انا ظبطت الكونديشنز بحيث ان قيمه الزد تبقى بواحد يبقى انا بحول الغاز تاني من ريال لايديال ولا لا؟ وفي هذه الحاله يبقى انا كده فهمت ايه اللي حصل. كل الكلام اللي انا شرحته دلوقتي ده كلام نظري فيه محتاج اللي انت تفهمه. طيب دكتور معلش نعم هو كده يعني مش فاهم الزد لما تبقى اقل من الواحد ازاي هتبقى ايديال؟ ما قلتش ليه تبقى ايديال. هتبقى الزد ريال. اقل من واحد يبقى تاثير اللو تمبريتشر كان اعلى من تاثير هاي بريشر بس ستيل ريال. تمام طب عندي الزد اعلى من واحد يبقى تاثير الهاي بريشر اعلى من تاثير اللو تمبريتشر بس ستيل ريال. طب لو جيت ظبطت الاثنين وخليت الزد ايكوال 1 هتبقى ايديال. يبقى انا قدرت بتغيير الكونديشنز ابدا اعمل ايه؟ احول الغاز من ايديال الى من ريال الى ايديال. سؤال كده سريع، سؤال بس او بعد كده هرد عليكم تاني. كنا سيبنا حته فوق وقلنا هنتكلم فيها بعدين، انا عشان كده برجع اهو. ايه هي بالظبط؟ جينا قلنا سؤال ما هي الكونديشنز بتاع الديفيشن وما هو الريزونز بتاع الديفيشن. اتفقنا ان الكونديشنز بتاعت الديفيشن هو مين؟ هاي الظروف اللي بتاثر بيه هاي بريشر ولو تمبريتشر. طب ما هي الكونديشنز بتاعت الديفيشن؟ سوري ما هي الريزونز بتاعت الديفيشن؟ ايه هي الريزونز بتاعت الديفيشن؟ ان الزد ده اكبر من واحد او اقل من واحد؟ لا ما خلاص دي معروفه. الريزون الريزون بقى اللي حصل ان مثلا ايكوال 1 دي اتراكشن فورس قلت. يعني ايه؟ ثانيه واحده، يعني انا لما اثرت بهاي بريشر ما هو ده الكونديشن اهو. لما اثرت بهاي بريشر ايه اللي حصل؟ بقى فيه حاجه اسمها اكسكلودد فوليوم، ده ما كانش موجود في الايديال جاز صح. يبقى لما اثرت بهاي بريشر ظهر عندي جزء من الكونتينر ما اقدرش اتحرك خلاله اللي انا سميته رمزه ايه؟ بي. يبقى الريزونز بتاع الديفيشن هو وجود ما يسمى ب اكسكلودد فوليوم. طب ايه تاني؟ كوركشن تيرم. الايه بقى؟ مش الايه قصدي الاتراكشن فورس. تاني ريزونز اللي انا بقى عندي اتراكشن فورس. انا افترضت في الايديال جاز ان انا ما عنديش اتراكشن فورس، نتيجه اللي انا اثرت بلو تمبريتشر بقى في عندي اتراكشن فورس ولا لا؟ يبقى الريزونز بتاعي هو وجود مين؟ الاتراكشن فورس. وجود الاتراكشن فورس ده هو اللي خلى فيه عندي ايه؟ هو اللي ادى الى وجود ان البريشر يقل، بالتالي احتجت اللي انا اضيف مين؟ الثابت ايه؟ بالتالي خلى قيمه الزد بقت مالها؟ اقل من واحد. يبقى انا افرق بين الكونديشنز وبين الريزونز. الكونديشن هي العوامل اللي انا باثر بيها، انا اثرت بهاي بريشر ولو تمبريتشر. طب انا لما اثرت بهاي بريشر حصل معايا ايه؟ ظهر ما يسمى به وجود اكسكلودد فاليو، يبقى ده السبب. طيب ما اثرت بلو تمبريتشر ادى الى وجود ما يسمى به اتراكشن فورس، ما كانتش موجوده في حاله مين؟ في حاله الايديال جاز. صعب الكلام ده يا جماعه؟ عشان كده دكتور يعني بنسميها ديفيشن، ان الجاز موليكولز بتنحدر عن مسارها بسبب انها مربوطه بفوليوم معين ومربوطه باتراكشن فورس معين، مربوطه بكونديشنز معينه. عشان كده رجعت اقول لك تاني، حتى لو انا كان معايا هاي بريشر لو انا ظبطت له التمبريتشر هقدر اوصل تاني ان انا اقدر احصل على مين؟ على الايديال جاز. انا بتكلم على كونديشنز، وصلت الكونديشنز بتاعت الايديال اقدر اعمل الكونديشنز اوصل لايه؟ لسلوك الايديال جاز. فجي عالم اسمه فاندر فيلز عمل لي ايكويشن وسماها فاندر فيلز ايكويشن
واحد تاني سميها او بنسميها بالريال جيز اكويشن. معادلة زي بقى معادلة الايديال جيز، بقى عندي معادلة لمين؟ للريال جيز. طيب ايه هي معادلة الريال جيز؟ قال لك هي نفس معادلة الايديال جيز، بس اي تغير حصل معايا لازم اكتبه. يعني ايه؟ كانت معادلة الايديال جيز بتقول لي ان بي في ايكوال ان اور تي، صح؟ قلت انا جاي مقصر بهاي بريشر، فالفي دي اتغيرت بقت ايه؟ بدل ما كانت في بس كده بقت في ماينس ان بي. قال لي خلاص اكتب التغيير. طيب ومقصرت بلو تمبريتشر، كان عندي بي بس، دلوقتي في بقت ايه؟ ان سكوير على في سكوير. قال لي اكتب التغيير، اصبحت معادله الريال جاز اهي بتقول لي ايه؟ ان البي بلس اي ان سكوير على في سكوير في في ماينس ان بي ايكوال ان ار تي. وهذه المعادله هي دي المعادله بتاعه الريال جاز تطبق في حاله انه يكون عايز ايه؟ ريال جاز. فور ايديال جاز ايه اللي هيحصل؟ فور ايديال جاز، فور ايديال جاز تقدر تقول لي الاي بكام والبي بكام؟ الاي ب0 والبي ب0. فور ايديال جاز الاي ايكوال والبي ايكوال. فور ايديال جاز انا البريشر عندي زي ما كنت متوقعه لقيته، محتاج نضيف ايه؟ لا مش محتاج. يعني الاي بكام؟ بزيرو. زيرو. فور ايديال جاز الموليكولز بتاعتي بوينت ماس، محتاج ان انا اخصم حجمها؟ لا. يعني البي بكام؟ بزيرو. طب كده خلي الاي بزيرو والبي بزيرو، اصبح الترم ده بزيرو، هيبان عندي دلوقتي. اهو الترم ده كام؟ بزيرو. واصبح الترم ده كمان بكام؟ بزيرو. طب اقرا المعادله كده. بي في ايكوز ان ار تي. اقرا المعادله، بقت المعادله عامله ازاي؟ بي في ايكوال ان ار تي. ايه ده؟ قال لي يعني معادله الايديال جيز ما هي الا حاجه صغيره، حاله خاصه، والمعادله اكبر تسمى ايه؟ بالريال جاز ايكويشن. عند هذه الحاله بيبقى الاي والبي مالهم في حاله الايديال؟ ايكوال زيرو. خلاص يبقى الريال جاز ايكويشن دي معادله كبيره، جزء منها الايديال جاز، بس في الحاله دي الاي والبي بيبقوا بكام؟ ايكوال زيرو. طب السؤال بقى، لو انا جيت قلت لك عوض في المعادله، هتعوض في انهي معادله؟ في معادله ان البي في ايكوال ان ار تي، ولا في معادله الريال جاز؟ الريال. انهي الاعم؟ الريال جاز. الريال جاز هي الاعم. بس ما تنساش اللي انا قلت لك ان موست جازز ايه؟ في النورمال كونديشنز بيهيف ايديال. يبقى اذا الديفولت بتاعي يا جماعه عشان ما نتلخبطش، الديفولت بتاعي معادله الايديال جاز. يعني لو انا جيت قلت لك احسب لي البريشر وانت عارف ان انت هتستخدم المعادله دي، يبقى لازم اعوض في معادله الايديال جاز بي في ايكوال ان ار تي. طب امتى استخدم الثانيه؟ اما اقول لك ان الغاز ده ريال. يبقى انا لو ما قلتلكش ان الغاز ده ريال، يبقى الغاز ده ايه؟ ايديال. وما دام الغاز ده ايديال، يبقى هو مين؟ اطبق عليه معادله مين؟ بي في ايكوال ان ار تي. يبقى اذا معادله الريال جاز ايكويشن او معادله الفاندر فيلز لا تستخدم الا لو انا قلت لك صراحه ان الغاز ده ايه؟ ان الغاز ده ريال جاز. ما قلتلكش، يبقى انا على طول لازم استخدم مين؟ معادله الايديال جاز. دكتور معيش، في حاجه ملخبطاني بس. هو دلوقتي ال P plus AN سكوير على V سكوير دي ككل كإيكويجن كلها اسمها ideal pressure، تمام؟ صح. وال P لوحدها اسمها V minus NB برضو ككل هي ال ideal volume، تمام. وال V لوحدها هي ال real volume، وال P لوحدها هي ال real pressure، صح. ليه بقى ال real pressure وال real volume حطيتها في معادلة ال ideal وال ideal pressure؟ لا. هو انا حاطط انا حاطط دلوقتي، انا دايما بحاول اوصل للايديال، انا دايما بحاول في الكلام بتاعي ان انا اوصل لمين؟ للايديال.
فانا بحاول اوصل الكونديشنز بتاعت الايديال، فبكتب معادله الايديال اللي هي ايه المعادله الجديده اللي وصلت لي للايديال. فبدل ما كان عندي بي بقى ايه بي بلس اي ان سكوير على في سكوير، بدل ما كان عندي في بقى عندي ايه في ماينس حل الشرط ده في ماينس ان بي، فبدات اعوض بي. تمام خلاص. طيب اخر حاجه بقى عايز اقولها لك النهارده، ان انا حسبنا قيمه البي، البي دي ثابت لكل غاز، يعني كل غاز للبي بتاعه، كل غاز للبي بتاعه حلو. فجينا حسبنا قيمه البي لقيناها ايكوال 4 في الفوليوم بتاع المول، يعني الاكسكلودد فوليوم ده بيمثل 4 للحجم بتاع المول. ازاي يعني؟ هو ما هو البي؟ مش هو الحجم اللي انا بشيله من الغاز؟ طيب انا دلوقتي لو انت جبت ماجنت اهو، ادي النورث مثلا وجبت ماجنت تاني ادي النورث، هل تعرف تلزقهم في بعض؟ لا. ليه؟ هما هيبداوا يقربوا لبعض لغايه فتره معينه ويحصل بينهم ايه؟ تنافس. يعني كمان في مسافات غير الموليكيولز بين الموليكيولز وبعضها انا مش هقدر اتحرك خلالها. البي دي بتشمل كل الحاجات دي بقى. يبقى الاكسكلودد فوليوم ده بيمثل حجم جزيئات الغاز اللي انا مش هقدر اتحرك خلاله، وكمان بيمثل ايه المسافات بين الجزيئات الغاز وبعضها اللي انا مش هقدر اتحرك خلالها. حسبنا قيمه البي لقينا البي ايكوال 4 في فوليوم بتاع حجم المول. طب ما انا عارف ان الفوليوم بتاع المول ايكوال ان في الفوليوم بتاع المولكيول، مش اي مول في الدنيا بيتكون من افوكادروز نمبر من مولكيول. تمام. اي مول في الدنيا بيتكون من افوكادروز نمبر من المولكيول، خلاص يبقى انا لو جبت حجم المولكيول الواحد وضربته في افوكادروز نمبر طلع معايا مين؟ طلع معايا حجم المول ولا لا؟ قال لي يعني ايه؟ قال لي يعني انا عندي قانون تاني اهو بيقول لي ان البي ايكوال 4 افوكادروز نمبر في الفوليوم بتاع المولكيول الواحد. طب ما المولكيول ده دايما سفير، كوره، حجم الكوره بكام؟ 4 على 3 باي ار كيوب ولا لا؟ يبقى البي ايكوال 4 افوكادروز نمبر في 4 على 3 باي ار كيوب. ايه اللي انا بقوله ده بقى؟ قال لي واصبح عندي ثلاث قوانين اهو. قال لي باستخدام الثابت، الثابت بي اللي هو الفاندر فيلز الكونستانت اللي معايا، احسب لي الفوليوم بتاع المول. خلاص هعرف احسب الفوليوم بتاع المول، البي ايكوال 4 امثال حجم المول. باستخدام الثابت بي احسب لي الفوليوم بتاع المولكيول مش المول. خلاص انا عارف ان المول فيه افوكادروس نمبر، يبقى القانون بتاعي اهو ان البي ايكوال 4 في الفوليوم بتاع المولكيول في ان ايه. طب احسب لي الراديوس بتاع الاتومز او المولكيولز. خلاص البي ايكوال 4 ان ايه في 4 على 3 باي ار كيوب. دي تعويض مباشر في القانون، مفيش فيها فكره باستخدام قيمه البي اللي انا اوريدي لازم اديها لك معانا، لانها دي بتتغير من غاز لغاز. صعب الكلام ده يا جماعه؟ انا كده بالنسبه لي خلصت شغل النهارده. خلصت النهارده ايه؟ يا دكتور عندي سؤال. ايه؟ عندي سؤال. طب مش انا لسه انا بقول بس الاول بقى كده هرد عليك. انا كده بالنسبه لي خلصت اللي انا كنت محدده النهارده. ايه اللي محدده النهارده؟ اللي احنا خدنا دالتون لو، وكمان خدنا الريال جاز. عرفنا يعني ايه زد، عرفنا يعني ايه ريال جاز، ايه الحاجات اللي بتاثر في الريال جاز، وكمان معادله الريال جاز والثابت بتاعي اللي هو البي اعرف استخدمه ازاي. قول سؤالك عشان عندي معلومات عايز اقولها لكم على ان شاء الله التوتوريال بتاع بكره. قول. معلش هو السلايد بتاعت الريل في والايديال في مش فاهمها كان في. طب هرد عليك دلوقتي. باشمهندس اللي كان بيسال وقلت له خمس دقايق وهتلاقي الاجابه، فهمت اجابه سؤالك ولا لا؟ لا يا دكتور. طب اساله لي بقى تاني وانا اقوله لك. هو ازاي الايديال فوليوم اكبر من الريل فوليوم على الرغم ان في اتراكشن بتشد المولكيول اللي جوه؟ هو ما هو الريل فوليوم؟ الريل فوليوم هو حجم الكونتينر، ملوش اي علاقه بحجم الغاز. انا ممكن اجيب شويه غاز قد قبضه ايدي واقول حجمهم واسيبهم في مدرج كبير، هيبقى حجمهم هو ايه؟
حجم المضرب، عشان كده بقول ده حجم ظاهري انما مش حجم بيبان اللي هو ده الفعلي اللي معايا. فدايما الريال فوليوم اكبر من الايديال فوليوم الا في حاله مين؟ الا في حاله الايديال جاز بس. شبانس بقى اللي كان بيسأل دلوقتي بتسأل في ايه؟ كل تاني معلش انا نسيت. في الايديال فوليوم والريال فوليوم، مش احنا قلنا اصلا الايديال فوليوم ده الفي بتاعت الكونتينر نفسه ولا؟ ها؟ طب يبقى كده الايديال فوليوم على طول اكبر من الريال فوليوم صح؟ لان الريال فوليوم هخصم منه اللي هو البي، قيمة البي. لا، الريال فوليوم هو حجم الكونتينر، انما الايديال فوليوم هو حجم الكونتينر ناقص. يبقى مين اكبر؟ يا دكتور احنا قلنا العكس صدقني. مكتوبة فوق العكس يا دكتور. قلنا فوق العكس. ارجع فوق تاني. احنا قلنا ان الايديال مكتوبة صح. احنا قلنا احنا قايلين من الحصة اللي فاتت ان الايديال بتاع اللي هو هو الكونتينر نفسه، لكن صح. او طلعت مكتوبة صح. عشان كده في القانون، في القانون بتاع في بي في بيساوي ان ار تي، قلنا قلنا الحالة دي استخدمنا في كونتينر. ما تستعجلش، مش احنا كاتبينها؟ دكتور مش احنا قلنا الحصة اللي فاتت ان ان الايديال هو حجم الكونتينر نفسه؟ ما ده انا قلت لك ده حالة خاصة عشان ده ايديال. كده الايدل على طول اكبر. هو الايدل كده هيبقى اكبر مش هيبقى اصغر. في ايدل ايه؟ فوليوم ولا فوليوم. نستنى بقى ما تستعجلش اهو. فين الايدل فوليوم وفين الريال فوليوم؟ عايزين ده اللي احنا كاتبينه اهو من شويه. فين الايدل فوليوم؟ ما انا هنا سألت، انا هنا سالت، انا هنا سالت هنا عشان عارفين. ما هو حضرتك حضرتك كنت كاتب العكس يا ابني، كاتب عكس فين؟ ما ده اللي احنا كاتبينه اهو. دكتور حضرتك قلت، حضرتك قلت المره فاتت الحصه اللي فاتت ان ان الفوليوم بتاع الايديال هو هو الكونتينر نفسه تمام. فحضرتك كتب، كتب هنا الجزء اللي تحت. ثانيه واحده، حضرتك كاتب، حضرتك كاتب الريال هنا بتاع الفوليوم هو الكونتينر، يعني عامل العكس. هو المفروض ايوه، وهنا المفروض الريال فوليوم هنا يبقى الفوليوم بتاع الكونتينر ناقص اللي هي القيمه اللي هي مثلا لما مثلنا اللي بتاعه الطلاب مثلا. طب اقرا كده كده بعد البتاع، اقرا من اخر الثلاث اسطر دول مكتوب ايه؟ فرالي يرجز. طب ما حضرتك كاتب ليه فوق ان الريال في بيساوي فوليوم اوف كونتينر؟ عشان ده الوضع في حاله الايديال جاز بس، بيبقى الاثنين متساويين. فعشان كده اقول الايديال فوليوم هو الفوليوم اوف كونتينر. ما احنا قايلين، احنا قايلين قبلها ان الريال في بتساوي الفي ناقص ان بي، مش قايلين فين يا ابني ده؟ فوق فوق بقى فوق. الايديال فوليوم هي الفي ماينس ان بي. ايوه في ناقص ان بي ديت احنا ما قلناش عليها ايديال، احنا قلنا عليها دوت الريال. ريال يا ابني قلناها فين الريال دي؟ في الشرح فوق، في اول الشرح احنا قلنا كده. يا دكتور انا ممكن بس اقول حاجه، انا اسف يعني. نعم. هو واضح ان في اختلاط بين ان الايديال في والايديال جاز، فهو المشكله هي عامله معانا بالظبط. هو في لخبطه يعني، انا بستخدم الايديال في في حاله الريال جاز، يعني مش عارف اوصلها لهم ازاي، بس هي ده يعني هي في لخبطه في الجزئيه دي، في الحته دي بالظبط، وكلنا بنتلخبط فيها. حاجه اسمها ايديال جاز وعندي حاجه اسمها ريال جاز. ايديال جاز وريال جاز دي حاجه اللي هو ايه تاثير الكونديشنز. عندي حاجه اسمها ايديال فوليوم وعندي حاجه اسمها ريال فوليوم. ما هو الايديال فوليوم؟ الايديال فوليوم هو الحجم المتاح للحركه، والحجم المتاح لاي حركه هو في ماينس ال بي. يبقى ما هو الايديال فوليوم؟ هو في ماينس ان بي. ما هو الريال فوليوم؟ هو الفوليوم في كونتينر. طب ليه المره اللي فاتت قلنا كده؟ لان الاثنين في حاله المره اللي فاتت الاثنين كانوا قد بعض، فبالتالي قلت ما مش مهم عندي اللي انا اكتب في ماينس ان بي، وقمت كاتب الفوليوم في كونتينر. يبقى اذا القاعده بتاعتي هي عشان ما نتلخبطش، عشان كده كتبتها لك. ما هو الايديال فوليوم؟ هو الفوليوم فري فور موشن اوف جاز مولكيول، اللي هو مين عندي؟ هو في ماينس ان بي. ما هو الريال فوليوم؟ هو الفوليوم اوف الكونتينر. وما هو الفوليوم اوف كونتينر؟ الفي اللي معانا. فور ايديال جاز الفي الايديال فوليوم هو الريال فوليوم. عشان ايه؟ عشان البي ايكوال زيرو. فما البي بقت ايكوال زيرو ده راح مع بعضه، ففضل الفي ماينس ان بي بقى ايه؟ ايكوال الفي. فهمت يا باشمهندس؟ فهمت تمام يا دكتور. وانا بس انا عندي سؤال بسيط، يعني هو ليه في قلنا ان البي اللي هي البي الطبيعيه مش ينفع استخدمها ولازم احط معامله التصحيح، ليه ما استخدمتهاش في القانون؟ يعني ايه اللي يمنع؟ عشان علشان انا حتى طب انا ايه اللي خلاني اخلي في ماينس ان بي؟ ليه استخدمت الفي ماينس ان بي؟ عشان بحاول للاي اسمعني بس عشان انا عايز اوصل للايديا.
ففي ماينس ان بي هو الايديال فوليوم، فعوضت في القانون بالايديال فوليوم. بي بلس اي ان سكوير على في سكوير هو الايديال بريشر، فعوضت بالايديال بريشر. انا بحاول اوصل للايديال، انا يهمني ان انا اوصل عندي للايديال، فايه الايديال عندي؟ ايديال بريشر هو بي بلس اي ان سكوير على في سكوير، ايديال فوليوم هو في ماينس اي ان بي. فانا بعوض بالقيم دي وليس باي قيم ثانيه. تمام. الـ A N سكوير على V سكوير دي معلش اثبتها يعني مش لا 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 الـ A هو الثابت، انما الـ N هي النمبر فور والـ V هي ايه؟ الـ V سكوير هي الـ V. تمام ماشي خلاص يا جماعة. طب دكتور معلش يا دكتور بس هو ممكن حضرتك تجيب المقارنة بتاعت الايديال بريشر والريل بريشر؟ ما احنا ما كتبناهاش الايديال بريشر والريل بريشر، ما كتبناهاش هي، ما كتبناهاش هي دي يا دكتور، احنا ما كتبناهاش اهو مكتوب ان الايديال بريشر اكبر من الريل بريشر. ازاي بقى الايديال بريشر بيبقى بي ماينس حاجه لكن الثانيه بتبقى بي بس؟ يا ابني حرام عليك، هو انا كاتب البي ماينس حاجه؟ مش الايديال كاتب بي بلس. اه ماشي خلاص انا اسف اسف. طب معلش يا دكتور هو ممكن يساوي بعض ولا دي مش زي حاله الايديال جاز اهي؟ ما عدا في حاله الايديال جاز الايديال بريشر هيبقى ايكوال للريال بريشر. اه تمام يعني زي الفوليوم عادي بالظبط. هي كل الحالات عندي ما هي حاله الايديال جاز اللي ايه بزيرو، فيبقى ده زي ده. اه تمام شكرا. ممكن نروح اللي بعديها ان شاء الله؟ عندنا بكره ان شاء الله عندنا توتوريال الساعه 2:30. حلو. في الغالب انا 2:30 هيبقى عندي اجتماع، انت عندك بعدها في توتوريال وما عندك في معمل وما عندكش حاجه بعدها. ممكن ناخد بكره المحاضره التوتوريال متاخر شويه يا جماعه. طب ثانيه واحده كده يا دكتور، انا شايف الجدول ما عندكش حاجه. اه معلش حضرتك ممكن بس الصفحه اللي بعد دي ايه؟ مفيش حاجه بعد حضرتك يعني، هو حضرتك عايز تخليها الساعه كام؟ طب بس لغايه ما انا ارد عليك اللي كان بيسال عايز ايه الصفحه، انهي صفحه؟ الصفحه اللي بعد دي اللي هي دي اللي احنا اثبتنا فيها الاي ان سكوير على في سكوير دي. اه نخليها على الساعه 6. اوكي ماشي مفيش مشكله، ما عندناش حاجه الوقت ده بكره بس يعني ان شاء الله، لان انا بس بكره للاسف عندي اجتماع في الكليه، فانا عارف انا ممكن اخلصه بدري بس انا ما اضمنش تمام. هو ده علينا التوتوريال في حاجه مطلوبه مننا نحلها قبل التوتوريال؟ في حاجه مطلوبه منكم تحلوها قبل التوتوريال هنزل لك، بس مش النهارده بقى. انا بس اتاكد ال ام اس شغال وهنزلك عليه شيت تبدا تحل منه مسائل. اوكي بكره ان شاء الله تجيب اه طبعا هو في المسائل كلها، في الشرح كله في المسائل كلها، بس لو انت بتكتب ورايا حلو مش محتاجه. ممكن اجيب عشان المسائل بس او احل منه بس يعني كده كده هينزل لك شيتات. تمام ماشي خلاص. دكتور هو في اسايمنت دلوقتي اصلا؟ لا لسه ما ينزل لك اول شيت، هيبقى فيه اسايمنت بعدها بكره هنتكلم في الحته دي ان شاء الله. مهم بكره ان شاء الله يا جماعه الناس كلها سامعه بكره التوتوريال الساعه كام؟ 6 ان شاء الله. 6 ان شاء الله. حد عنده اعتراض؟ خلاص يعني كده كل الناس موافقه؟ اوكي يعني. مش كلنا اكيد موافقين على الساعه 6 بس يعني مش هنقول لا، ما هو غصب عننا المره دي يعني. انا ممكن سهل قوي ان انا اقول لك ايه خلاص نلغي التوتوريال، انا ما بحبش كده. فانا ما يجي من الاجتماع ان شاء الله على الساعه 6 كده ابقى معاكم وهنقعد شويه. بكره بقى ايه نظامنا عشان انت عارف بكره ان شاء الله نعم. ممكن نخليها بالاجتماع بتاع حضرتك يا دكتور؟ لا صعب.
لو حضرتك متاح يعني. انا في الكليه من الصبح بيبقى عندي شغل حلو، فخليها بكره ان شاء الله بكره. بس يا جماعه معلش هنستحمل بكره ان يبقى الساعه 6 وبعد كده ميعادنا بعد كده هيبقى ايه عادي. بكره ان شاء الله نخلص شابتر الجاز كله وبعدين نبدا في بدايه شابتر الليكويد. ان شاء الله السبت الجاي اخلص معاك الليكويد الشابتر الثاني يعني، ويبدا معاكوا دكتور علاء هيكمل هو بقى ايه المحاضره. معلش يا دكتور ممكن حته الايديال والريال اخر مره؟ حاضر. ايديال بريشر والريال بريشر. حاضر. يبقى انت معايا بكره ان شاء الله. فاضل لك معايا بكره ويوم السبت جاي باذن الله. بعد كده يبدا معاكم الدكتور علاء هو اللي يكمل ايه يكمل المحاضرات معاكم باذن الله. خلاص. طبعا اللي عايز يسال مش هقول، اللي عايز يسال يجي لي في الكليه ايام المعمل. انا موجود في الغالب ببقى موجود التلات في المعمل. الاربع والخميس ببقى موجود في الكليه مش في المعمل. بس يعني ايه لو عايز تجي لي تعال لي برضو اسال لو انت عايز يعني اي وقت. فحتى في الجزء اللي انا اديتهولك او اللي هيديهولك اي حد بعدي مفيش اي مشكله. خلاص. عايز تسال ايه بقى في الايديال جاز في الايديال بريشر والريال بريشر؟ لسه مش فاهم ليه الايديال اكبر من الريال. هو ايه الريال بريشر اللي مفيهوش اتراكشن؟ لا اللي مفيهوش اتراكشن ده الايديال. مش احنا قايلين ان الايديال جاز هو الغاز اللي ما فيهوش اتراكشن فورس؟ احنا رسمينها تحت ومعمول فيها اتراكشن. يا ابني اللي معمول فيها اتراكشن ده الريال. ممكن اجيب السلايد تاني معلش؟ حاضر. اهي مش هي السلايد دي؟ مش هي السلايد دي يا باشمهندس؟ فيش حاجة ظهرت لسه. أنا ظهر عندي بصراحة. ما هو الايديال جاز؟ الايديال جاز هو الغاز اللي معلوش اتراكشن فورس صح؟ مش احنا الشرطين اللي احنا قلناهم في الايديال جاز ان هو بوينت ماس ومعلوش اتراكشن فورس؟ يا ابني رد علي يا ابني تعبتني. معلش يا برضو مش راضي اتحمل عندي الله. مش مهم مش مهم ركز معايا انا سيبك من التحميل انا بكلمك. ما هو الايديال جاز؟ هو الغاز اللي بيبقى بجزيئاته بوينت ماس ومفيش اتراكشن فورس صح؟ تمام. يبقى البريشر اللي هيعمله الغاز اللي ما عليهوش اتراكشن فورس هو ده اللي اسمه الايديال بريشر. تمام. يبقى الايديال بريشر هو البريشر اللي كان هيعمله الغاز اللي كان مفترض يعمله لو ما عليهوش اتراكشن فورس. طب ما هو الريال بريشر؟ هو البريشر اللي عمله الغاز وجود الاتراكشن فورس. تمام شكرا دكتور. خلاص. يبقى مين اكبر؟ الايديال. الايديال بريشر. انما العكس في الفوليوم بقى مين اكبر؟ الريال فوليوم اكبر من الايديال فوليوم طبعا. الا في حاله مين؟ في حاله الايديال جاز الاثنين يتساووا في سواء في الفوليوم او في البريشر. حد عنده اي سؤال تاني يا جماعه؟ هو انتوا ليه يعني استجابتكم بطيئه معايا يعني ما بسال ما بتردوش يعني؟ والله انا برضه بشر زي لا يعني عبروني يعني كفايه اللي انا مش شايفكم عبروني حتى. لا واحنا كنا نستنى بس لو في حد هيسال فبنديله فرصه بس بتديله فرصته يعني. ناس فهمت النهارده المحاضره يا جماعه؟ محاضره النهارده من المحاضرات القويه في المنهج اللي محتاجه فهم كتير، عشان كده محتاجه ان انت تقعد تكتبها تاني وتذاكرها تاني. ولو عندك فيها اسئله اسالني فيها بكره مفيش اي مشكله. تمام شكرا يا دكتور الشرح جميل والله. دكتور وانا معلش لو عندي اسئله ممكن ابعت لك على الشات بتاع تيمز يعني ولا؟ ابعت لي على الشات بتاع تيم برضو عشان تبقى انتوا عارفين الطريقه عندي. انا ببقى ممكن اشوفها بعديها في ساعتها واجاوبك عليها، ممكن اشوفها بالليل واجاوبك عليها، يعني وقت ما هشوفها وقت ما هفتح التيم هتلاقيني بجاوبك عليها. يعني انا مش هطنشك في النهايه انما ممكن اتاخر في الرد عليك شويه. خلاص شكرا يا دكتور.
ماشي يلا بكره ان شاء الله الساعه 6 وما تنسوش بقى الريكورد يا دكتور. ممكن تقفله الايه؟ ممكن تقفل الريكورد ليه؟